أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال المصابين بالسرطان. والنهاردة بإذن الله عندنا محاضرة عن الفاسكولار سيستم، وهي خاصة بالكابيلاري سيركوليشن، زائد استئناف جزء صغير كان متبقي في الفينس سيركوليشن. وكعادتنا بنحب نبتدي بالأسئلة على المحاضرة السابقة، فلتا ستارت كانت المحاضرة اللي فاتت على الريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر والفينس سيركوليشن. فالسؤال الأول: the most important mechanism for regulation of arterial blood pressure. احنا كنا قلنا ان regulation of arterial blood pressure في nervous وده rapid، وفي intermediate، وفي renal وده slow. واتفقنا سلفا ان the most important mechanism في اي حاجة مش بس related physiology هو الموست سلو ميكانيزم. حتى قلنا عملا بالمثل الانجليزي القائل slowly but surely، وعليه يبقى الموست امبورتنت ميكانيزم هي الرينال. طب في الرينال مين اهم ميكانيزم؟ البيزك ميكانيزم كان هو الرينال بريشر ناتريوريسيس، يعني لما البريشر بيزيد الكليه بتاكسكريت صوديوم وميه، فحجم الدم يتقلص فالبريشر يتقلص. فعليه يبقى الموست امبورتنت ميكانيزم فور ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر هو الرينال بريشر ناتريوريسيس اللي هو رقم دي. انما ايه اللي هي الارتيريال باروسيبتور دي نيرفس، بي و سي دي كانت انترميديت ريجوليشن. طيب سؤال تاني: ارتيريال بلاد بريشر از انكريزد باي انكريزد رينين سيكريشن. احنا عارفين ان الرينين ده بيطلع مادة اسمها أنجيو تنسن، يعني بتزود التنشن الضغط، أنجيو يعني في الأوعية، ودي الموست امبورتنت ميكانيزم في رفع ضغط الدم الشرياني. وعليه الأرتيريال بلاد بريشر إز إنكريز باي رينال سيكريشن. إيه هي الإجابة الصحيحة؟ إنما طبعا الإتريال ناتريوريتيك بيبتايد، ده بيبتايد بيطلع من الإتريم بيرمي صوديوم، مش بيحتفظ بالصوديوم، بيرمي صوديوم ومية فينقص الضغط. احنا السؤال increased. الاتريال والارتيريال باروسيبتورز دول بيبعتوا inhibitory impulse، فهما الاثنين بينقصوا الارتيريال blood pressure. يبقى الاجابة الصحيحة هي A. السؤال الثالث: regarding المين systemic feeling pressure، هل هو الرايت اتريال بريشر؟ لا، الرايت اتريال بريشر ده هو السنترال فينس بريشر. هل نورمالي هو 6 تو 8 مليمترز ميركوري؟ دي الاجابه الصحيحه بي. هو كان قلنا حتى رقم السعد اللي هو 7 بتاع الرقم اللي كرمه الخالق، فهو من 6 ل 8 صح. هل المين سيستميك فيلينج بريشر بيقل بزياده سمباثيتك ديسشارج تو فينز؟ لا، السمباثيتك قلنا بيعمل اقوى كونستريكشن في الفينز فيعلي الضغط ما يقللوش. هل هو بيزيد بالهيمورج؟ ده 100% الهيمورج بينقص الضغط في كل السيركوليشن. طيب السؤال بعد كده عندنا الرابع: regarding الفينس فانكشن كيرفز، هل الفينس تيرن از بلوتد اجينست المين سيستميك فيلينج بريشر؟ لا، اجينست الرايت اتريال بريشر، يبقى دي غلط. في الهيمورج بينقص الفينس سيركوليشن، الفينس بريشر، وعليه شيفت الكيرف داونورز اند تو ذا ليفت، يبقى دي الاجابه الصحيحه. البلاتو ستارتس وين ذا سنترال فينس بريشر از انكريزد اباف 4. لا، هو البلاتو بيبتدي لما البريشر يبقى في النيجاتيف اريا مش اباف 4. دي الشيفت تو ذا رايت باي انكريزد ريزيستنت فينس ايتير، انكريز ريزيستنت فينس ايتير بتقلل الفينس ايتير، وبالتالي شيفت الكيرف داونورز اند تو ذا ليفت، يبقى دي غلط. وعليه الإجابة الصحيحة هنا هيبقى B. السؤال الأخير: venous return is increased by all except.
يبقى هو عاوز ايه الحاجه اللي ما بتزودش الفينس تاب؟ الرابيد فيلينج فيز ده بيعمل فينتريكولار ساكشن بيزود الفينس تاب، الرابيد ايجكشن فيز بيعمل اتريال ساكشن بيزود الفينس تاب، الاكسبيريشن هو ده اللي بينقص، يبقى دي الاجابه الخطا اللي ما بتزودش الفينس تاب، الفينس تاب بيزيد بالانسبيريشن. وبعدين زياده سمباثيتك فينو موتور تون دي كانت من ضمن الحاجات اللي بتزود الفينس تاب، وعليه الاجابه الصحيحه هتبقى سي. فالاجابات هي على النحو الاتي يا اولاد: 1 الاجابه الصحيحه دي فور دادي، 2 اي فور الفا، 3 4 بي فور بيبي، وبعدين 5 سي فور كات. ده كان الامتحان، ونستأنف باذن الله المحاضره بتاعتنا، وزي ما قلنا هي خاصه بالفينس سيركوليشن ما تبقى، لكن المحاضره الاساسيه بتعتني بالكابيلاري سيركوليشن اللي هو اهم موضوع فيه وظيفه كابيلاريز ايه؟ اكتشينج. فالموضوع اهم سؤال حتى قبل ما ابتدي اشرح الاسئله المختلفه هيبقى هو الاكتشينج اكروس كابيلاريز. ليه؟ لان الكابيلاريز في ابسط تعريفاتها هي اكتشينج فيسلز. ف نتوكل على الله ونبدأ. كان عندنا حاجة صغيرة فضلة ولو انها يعني مش لطيفة قوي من الفينس سيركوليشن. فنبتدي بال معلش نظبط الاشياء. الانتراكشن بين الكاردياك اند فينس فاكتورز ان كنترول اوف كاردياك اوتبوت. اللي قصادنا دول كيرفين من اهم الكيرفات اللي عندنا في السيركوليشن اللي هو الفينس فانكشن كيرفز باللون الازرق والكاردياك فانكشن كيرفز باللون الاحمر. برضو في عجاله الفينس فانكشن كيرف، اوعى تنسى هو عبارة عن الفينس ريتير بلوتد اجينست الرايت اتريال بريشر. يبقى تنسى الفينس فانكشن كيرز علاقة الفينس، الفينس علاقة الفينس. ايه هو الفينس؟ الفينس ريتير في مواجهة الرايت اتريال بريشر. كل ما زاد الرايت اتريال بريشر بيقل الفينس ريتير، فأهم حاجة في الكيرف اللي هو الداون سلوب. اما الكاردياك فانكشن كيرف هو علاقه الكاردياك اوتبوت، اوعى تنسى الكاردياك فانكشن هو علاقه الكاردياك اوتبوت برضه بالرايت اتريال بريشر. وهنا بالعكس لو زاد الرايت اتريال بريشر ده المين فيلينج بريشر اوف ذا فينتكل، يعني الفينتكل بيتملي من الاتريا، فلو زاد البريشر في الاتريا الفينتكل يتملي اكتر وعليه يضخ دم اكتر، فالعلاقه طرديه، عشان كده الكيرف صعد اللي هو الكاردياك فانكشن كيرف. ويلاحظ ان التو كيرز عندهم بلاتو، يعني بنصل لحد الثبات. طيب يبقى دول كيرفين هما الاكثر اهميه في الكيرفات اللي علينا، الفينس فانكشن كيرز والكاردياك فانكشن كيرز. واحده علاقه الفينس الفينس تير والكاردياك علاقه الكاردياك اوت، الاثنين بايه؟ بالرايت اتريال بريشر. وقلنا ليه الرايت اتريال بريشر في محاضرة سابقة؟ لأن الرايت اترا بريشر هو ده اللي بيخلي الفينس تيرن يساوي الكاردك اوتبوت. طيب ايه واحدة من أهم المعلومات اللي قلناها يا ولاد؟ إن أندر نورمال كونديشنز، يلا افتح ودنك معايا، في الأحوال الطبيعية أندر نورمال كونديشنز دي كاردياك اوتبوت ايكوالز ذا فينس تيرن، إن الكاردياك اوتبوت المفروض يساوي الفينس تيرن. وعليه يا ولاد لابد ان يلتقي الكيرفان في نقطه، اللي هي نقطه ايه؟ ينترسكت في نقطه ايه؟ في هذه النقطه يصبح الكاردياك اوتبوت مساوي للفينس ريتير مساوي ل 5 لتر بير مينيت ديورنج ايه؟ ديورنج ريست. مش عاوز عبط. وفي هذه النقطه كل شيء طبيعي، الكاردياك اوتبوت يساوي الفينس تير يساوي 5 لتر، والرايت اترال بريشر هو الطبيعي 0 مليمتر مرر، فده اللي يسموه الستيدي ستيت اهو. يبقى اندر ستيدي ستيت في حاله الثبات مفروض الفينس تيرن يساوي كاردياك اوتبوت يساوي 5 لتر بير مينيت،
وعند هذه النقطة الرايت اترال بريشر بيساوي 0 مليمتر مركوري. دي فين بقى؟ في الانترسكتنج بوينت اللي هي بوينت A، وتسمى الستيدي ستيت اوف كارديو فاسكولار سيستم. طيب دول كيرفين مهمين جدا. ايه اللي اتعلمناه النهارده جديد؟ ان هذان الكيرفان لابد ان يلتقيا، لابد ان يتقاطعا في نقطه اللي هي نقطه ايه. ليه؟ لان احنا قلنا من اهم المعلومات في الكارديوفاسكولار سيستم ان اندر نورمال كونديشنز، افتحوا لنا التالي، الكاردياك اوتبوت ايكوالز الفينس تيرن، يبقى لازم في نقطه هما الاثنين يلتقوا فيها وفيها هما الاثنين يساووا بعض ويساووا 5 لتر. وعند هذه النقطة يا أولاد كل شيء طبيعي. الكارديال أوت والفينس تيرن يساوي 5 لتر، والرايت اترال بريشر طبيعي وهو 0 مليمتر مركوري، ونسميها الستيدي ستيت اوف كارديو فاسكولار سيستم. طيب الرسمة اللي تحت دي أنا أردت إن أنا أكبرها لكم أكتر عشان تشوفوها. فقبل ما نطلع لكيرف من الكيرفات اللي هي مش لطيفة قوي، عاوزين نتفق على النقاط الأساسية. اهي دلوقتي تعالى نتفق على نقطه بديهيه وبتغيب عن اذهان كثير من الطلبه. بص معايا الدائره دي، تخيل دي الرايت اتريوم، الفينس تير راجع الى الرايت اتريوم، بينما الكاردياك اوتبوت الدم الصادر من الاتريوم للفنتكل للخارج. وعليه يعني نقطه بديهيه يا اولاد، كل ما زاد الفينسيتير، خلاص لا انا اسف عايزين نصلحها، كلما زاد الفينسيتير يبقى الدم العائد للرايت اتريوم هيزيد، وعليه البريشر في الرايت اتريوم هيزيد. بينما بالعكس كل ما زاد الدم الخارج من الرايت اتريوم اللي هو الكاردياك اوتبوت، كل ما الكاردياك اوتبوت زاد الرايت اترال بريشر هيقل. اهي هتشوف الرسمه تاني بعد تصويبها. يبقى تاني، يبقى الفينس تيرن جاي للرايت اترال بينما الكاردياك اوتبوت صادر من الرايت اترال، اهو الرايت اترال فوق اهو، الفينس تيرن راجع له انما الكاردياك اوتبوت طالع منه. فبالعقل يا اولاد كل ما الدم العائد للرايت اتريوم اللي هو مين؟ اللي هو الفينس تيرن زاد هيزيد الرايت اترال بريشر، الازرق مع الازرق. انما بالعكس كل ما زاد الدم الصادر الخارج من الرايت اتريوم الى الرايت فنتكل وعليه الكارديك اوتبوت، يبقى الدم بيسيب الرايت اتريوم، يبقى ده هينقص الرايت اترال بريشر. واحد من اهم العلاقات في الام اس كيو، يبقى زياده الفينس تير تزود الرايت اترال بريشر بينما زياده الكاردياك اوتبوت تنقص الرايت اترال بريشر. طيب قبل برضو ما ندرس كيرف عشان نعرف ان ده لو ما فهمتوش مع العبد الله عمرك ما انت فاهمه، فركز معايا كويس قوي. تعال نبتدي بالكاردياك اوتبوت. لو انا اديت العيان بوزيتيف اينوتروبيك، حاجه بتقوي انقباض عضله القلب، خلاص بوزيتيف اينوتروبيك عليه، في هذه الحاله هيحصل ايه؟ هيزيد الكاردياك اوتبوت، يبقى هيضخ دم اكتر. وعليه قلنا لما بيزيد الكاردياك اوتبوت بيقل الرايت اترال بريشر، يبقى زياده الكاردياك اوتبوت هتؤدي الى نقص الرايت اترال بريشر. يبقى البوزيتيف انوتروبيك، ركز بقى معايا حطهم في الباك اوف يور مايند، بتقوي انقباض القلب يبقى هتؤدي الى شيئين. انا بس عاوز ايه نشيل علامه مقديره تفتكرها حاجه متعلقه بالموضوع. معلش انا اسف لانه I have no time لمراجعة الأوراق، أنا بعملها في عجالة وبنراجعها مع بعض. يبقى تاني البوستيف انوتروبيك اللي هو العلاقة الأساسية اللي هناخدها دلوقتي حالا في الكيرف، بتقوي انقباض القلب وعليه تزود الكاردياك أوتبوت الدم اللي خارج، وعليه لما يخرج دم كتير فده هينقص الرايت اترال بريشر. طيب ده نص العلاقة. تعالى الناحية التانية بقى، الفينس تير، كنا خدنا في المحاضرة السابقة ان اللي بيزود الفينس تيرن حاجتين مهمين، زيادة المين سيستميك فيلينج بريشر اللي هو الافرج بريشر ان فينز، لما الافرج بريشر في الفينز يزيد هيزيد الفينس تيرن،
او يا اولاد نقص الرايت اسف نقص الريزيستنت تو فينا ستير. لما يبقاش في ريزيستنت فينا ستير ده برضه هيزود الفينا ستير. يبقى الفينا ستير بتزداد بشيئين، زياده المين ستيرنج فيلينج بريشر اللي هو الافريج بريشر ان فينز، كل ما يزيد يزيد الفينا ستير، او يا اولاد نقص الريزيستنس الريزيستنت تو فينا ستير. مفيش ريزيستنت فينا ستير فالفينا ستير يزيد. في هاتين الحالتين زاد الفينا ستير وعليه هيزيد الكاردياك اوتبوت، وفي نفس الوقت هيزيد هنكملها برضو الدم اللي هو راجع اهو للرايت اتريم هيزيد، فهيزيد الرايت اتريال بريشر. هكملها اهو الرايت اتريال بريشر. يبقى نعيدها تاني، يبقى زيادة المين سيستميك فيلينج بريشر اللي هي الافريج بريشر ان فينز، او نقص ريزيستنت تو فينا ستير، مفيش ريزيستنت فينا ستير او الضغط في الفين زايد. يبقى في هاتين الحالتين ايه اللي هيحصل؟ سواء البريشر هنا عاليه هيتدفق دم الفينا ستيرن هيزيد، سواء مفيش ريزيستنت برضه الفينا ستيرن هيزيد. يبقى في هاتين الحالتين وهما الاشهر، وهما الاشهر اللي هو زياده المين ستيمك فيلينج بريشر نمره واحد، نقص الريزيستنت تو فينا ستيرن نمره اثنين هيزداد الفينا ستيرن. قلنا لما يزيد الفينا ستيرن هيزيد الكاردك اوتبوت، لان اندر نورمال كونديشن الكاردك اوتبوت يساوي الفينا ستيرن. خلاص، بس في فرق كبير بقى بين الحاله دي والحاله اللي جنبها، ان هنا لما يتدفق الدم اكتر للرايت اتريوم هيزيد الرايت اتريال بريشر اللي هي مرسومه تحت. يبقى خدت بالك ايه الفرق؟ يبقى البوزيتيف انوتروبيك بيزود الكارديك اوتبوت، زياده المين سيستميك فيلينج بريشر او نقص الريزيستنت فينا ستير بيزود الفينا ستير وبالتالي يزود الكارديك اوتبوت. يبقى اشترك في ان كل دول بيزودوا الكارديك اوتبوت، ولكن اختلفوا في شيء مهم جدا جدا اللي هو بيجي في الام اس كيو، ان البوزيتيف انوتروبيك هتنقص الرايت اتريال بريشر. لما الدم يطلع اكتر من الرايت سايد اوف ذا هارت البريشر في الرايت اتريم يقل، لكن لما بيزيد الفينا ستير لما الدم يتدفق اكثر للرايت سايد اوف ذا هارت الرايت اتريال بريشر بيزيد. خدت بالك ده الفرق بينهم؟ طيب، وعليه في الكيرف برضو عاوز يعني ندرسه مع بعض. يبقى لو خدت فكر معايا حاجه واحده منهم اللي هي زياده بوزيتيف انوتروبيك، فده هيعمل ايه؟ البوزيتيف انوتروبيك هتزود الكاردياك اوتبوت وتنقص الرايت اتريال بريشر، وكلنا نعلم ان لما الكاردياك اوتبوت يزيد الكاردياك فانكشن كيرف بتاع الكاردياك اوتبوت هيبقى شيفتد ابوردز ادام زاد اند تو ذا ليفت. انما لو خدت تاني حاله بوزيتيف انوتروبيك مع واحده من دول اللي هو ليكن مثلا مع زياده المين سيستميك فيلينج بريشر، يبقى هما الاثنين هيزودوا الكاردك اوت، يبقى الكاردك اوت هيزيد اكتر، بس واحده بتنقص الرايت اتريال بريشر والثانيه بتزود الرايت اتريال بريشر، يبقى تتوقع ايه؟ اتوقع الرايت اتريال بريشر حاجه تزوده حاجه تنقصه يبقى هيقعد ثابت. الحالة الثالثة والأخيرة يا أولاد هاخد البوزيتيف انوتروبيك مع الاثنين، مع زيادة المين سيستميك فيلينج بريشر ونقص ريزيستنت فينا ستير، يبقى الثلاثة بيزودوا الكاردياك اوتبوت، يبقى الكاردياك اوتبوت هيزيد جدا. بس تعال نشوف يحصل ايه في الرايت اتريال بريشر، واحدة بس بتنقص اللي هي البوزيتيف انوتروبيك واثنين بيزودوا. يبقى تفتكر بمخك كده مين اللي هيغلب؟ اللي هيغلب طبعا في اتنين يزودوا اهو، اتنين بيزودوا واحده بتنقص، يبقى الرايت اتريال بريشر هيزيد. عشان كده هقولها تاني في بساطه شديده يا اولاد، هناخد تلات احوال، البوزيتيف انوتروبيك ونقص ريزيستنت فينا ستير وزياده المين سيستميك فيلينج بريشر. مره هناخد واحده لوحدها، مره هناخد اتنين، مره هناخدهم التلاته مع بعض.
في الثلاث احوال الثلاثه اي منهم بيزودوا الكاردك اوت، يبقى الكاردك اوت هيزيد. المشكله بقى والحته الصعبه في الام اس كيو، ماذا سيحدث في الرايت اترال بريشر؟ لو خدت البوزيتيف انوتروبيك لوحدها الرايت اترال بريشر هيقل. خدت البوزيتيف انوتروبيك مع واحده من الاثنين دول، واحده يبقى هو بيقلل واحده منهم بتزود، يبقى الرايت اترال بريشر هيقعد ثابت. خدت البوزيتيف انوتروبيك مع الاثنين اللي بيزودوا الرايت اترال بريشر هو بينقص، وفي اثنين بيزودوا، يبقى الرايت اترال بريشر هيزيد. يبقى عندي حتى لسهوله التذكر يا اولاد الثلاث احتمالات قائمه. مره هنلاقي الرايت اترال بريشر هيقل لو خدت البوزيتيف انوتروبيك لوحدها. طب لو خدتها مع واحده من الاثنين دول، هي بتقلل وهو واحد فيهم بيزود، يبقى يقعد ثابت. ده الاحتمال الثاني. خدت البوزيتيف انوتروبيك مع الاثنين الثانيين، يبقى هيغلبوها، يبقى الرايت اترال بريشر هيزيد. ولا تنسى ان زياده الكاردك اوتو بتشيفت كيرف ابورز اند تو ذا ليفت، بينما زياده الفينس تير بتشيفت الفينس فانكشن كيرفز ابورز اند تو ذا رايت. دلوقتي اتصور واحد من اصعب الكيرفات يمكن استيعابه بسهوله شديده. تعالى بقى نقولها مع بعض. يبقى نشوف ايه تاثير البوزيتيف انوتروبيك اللي هو زياده البامبنج ابيليتي اوف ذا هارت اللي هي البوزيتيف انوتروبيك على الكيرفات. خد بالك الثلاث احوال، مره هاخد البوزيتيف انوتروبيك لوحده، ومره هاخده مع واحده بس من العاملين التانيين اللي هم بيزودوا الرايت اترال بريشر والفينس تير اللي هو زياده المين ستيمك فيلينج بريشر، ومره هاخد البوزيتيف انوتروبيك، يعني في نمره ثلاثه هاخد الثلاثه البوزيتيف انوتروبيك مع زياده المين ستيمك فيلينج بريشر مع نقص الرايت ريزيستنت تو فينس تير. طيب تعال نشوف الثلاثه اشتركوا في ايه، اللي هم بيزودوا الكاردك اوت. ففي نمره واحد خدت واحده بس اللي هي البوزيتيف انوتروبيك اللي هي بتزود الكاردك اوت، فيحصل ليتل انكريس في الكاردك اوت، يعني الكيرف بتاع الكاردك اوت هيبقى شيفتد ابوردز اند تو ذا ليفت. لو خدت اثنين بقى البوزيتيف انوتروبيك مع زياده المين سيستميك فيلينج بريشر، يبقى يحصل مور انكريس ان كاردك اوت. طب خدت البوزيتيف انوتروبيك مع زياده المين سيستميك فيلينج بريشر مع نقص الرايت ريزيستنت تو فينس تير، كلهم بيزودوا الكاردك اوت، يبقى هيحصل ماتش انكريس ان كاردك اوت. يبقى الثلاث عامل دول بيزودوا الكاردك اوت، مره هتاخد واحد لوحده فيحصل زياده طفيفه في كاردك اوت، مره اثنين زياده اكتر في الكاردك اوت، مره ثلاثه فالكاردك اوت تزيد جامد جدا. وعليه الكيرف هيبقى شيفتد اهو ابورز اند تو ذا ليفت. ده الكاردك فانكشن كيرف. السؤال الصعب، طب ايه تاثيرهم على الرايت اترال بريشر؟ هي دي الحته الصعبه، ان البوزيتيف انوتروبيك ده بينقص الرايت اترال بريشر، بينما الاثنين التانيين اللي باللون الاحمر واللزق كانوا بيزودوا الرايت اترال بريشر. فلو خدت البوزيتيف انوتروبيك لوحده هو بينقص، هينقص الرايت اترال بريشر. خدته مع واحد من الاثنين هو بيزود وبينقص والتاني بيزود، يبقى الرايت اترال بريشر هيقعد ثابت. لو خدت البوزيتيف انوتروبيك مع الاثنين هو بينقص واثنين بيزودوا، يبقى النتيجه الرايت اترال بريشر هتزيد. ده واحد من اصعب الكيرفات يا اولاد. ولا تنسى انه الثلاث عامل بوزيتيف انوتروبيك، زياده المين سيستميك فيلينج بريشر باللون الاحمر، نقص ريزيستنت فينس تير، الثلاثه بيزودوا الكاردياك اوتبوت. فالثلاثه بيعملوا ايه؟ مره الكاردياك لو خدت واحد لوحده الكاردياك اوتبوت هيزيد زياده طفيفه، مره مور انكريس، مره ماتش مور انكريس. الصعوبه فين؟ على الرايت اترال بريشر. جت منين؟ ان البوزيتيف انوتروبيك بيخلي الدم اللي بيطرق الرايت سايد بيزيد، وعليه الرايت اترال بريشر يقل. الاثنين التانيين اللي بالاحمر واللزق المين ستيمك فيلينج بريشر او نقص ريزيستنت فينس تير بينقصوا الفينس تير، بيزودوا الفينس تير، وعليه يزودوا الرايت اترال بريشر. فلو خدت واحد بينقص مع واحد بيزود هيقعد ثابت، خدت واحد بينقص مع اثنين بيزودوا الرايت اترال بريشر هيزيد. ولا تنسى انه
لما في الكاردياك فانكشن كيرفز، لما الكاردياك اوتو بيزيد الكيرف بيبقى شيفتد ابوردز اند تو ذا ليفت، بينما في الفينس ستير ده هو لما بيزيد الكيرف بيبقى شيفتد ابوردز اند تو ذا رايت. والاول لما عملنا بوست انتروبيك بس فلقينا الكاردياك اوتو زاب من A ل B زياده طفيفه والرايت اتر بريشر قل. لما خدت البوزيتيف انتروبيك مع واحده من اللي بيزودوا الفينس ستير الكاردياك اوتو زاد لبوينت سي بس الرايت اتر بريشر بقى ثابت لان واحد بيزود واحد بينقص. لو خدت البوزيتيف انتروبيك مع زياده المين سيستميك فيلينج بريشر ومع نقص الريزيستنت تو فينس ستير هو بينقص الرايت اتر بريشر اتنين بيزودوا، فالكاردياك اوتو هيزيد لدي بس الرايت اتر بريشر في الحاله دي زاد. يبقى في حاله بيبقى الرايت اتر بريشر ناقص لما تاخد البوزيتيف انتروبيك لوحده لانه بينقص، لما تاخده مع واحده من اللي بيزوده هيقعد ثابت اللي هي بوينت سي، لما تاخده مع اثنين اللي بيزوده هيزيد الرايت اتر بريشر يبقى دي، وفي الثلاث احوال الكاردياك اوتبوت زاد عن بوينت اي، هنا شويه هنا مور هنا ماتش مور. بنخلص من الكلام ده كله بايه؟ بحاجه مهمه جدا، ان اهم حاجه بتؤثر في الكاردياك اوتبوت هي الفينس ريتير، وعليه بالعوامل التي تؤثر في الفينس ريتير اللي هم اهم عاملين المين سيستميك فيلينج بريشر والريزيستنت تو فينس ريتير. لان قلنا وهقولها المره العشرين ان اندر نورمال كونديشن الكاردياك اوتبوت ايكوال ذا فينس ريتير، يعني بمعنى بالبلد يا اولاد الهارت مش هيضخ دم، مش هيضخ دم ما جالوش، هيجيبه منين؟ يبقى عشان تزود الكاردياك اوتبوت الدم الخارج من القلب، الدم الخارج من القلب لازم الدم اللي راجع للقلب الفينس ستيرن يزيد. فدي حتى كونكلوجن متوقع ان الكاردياك اوتبوت ديبندز ميلي على الفينس ستير، وعليه ميلي على اهم عاملين بيؤثروا في الفينس ستير اللي هم زياده المين سيستميك فيلينج بريشر او نقص الريزيستنت تو فينس ستير. لكن تصور البوزيتيف انتروبيك، البوزيتيف انتروبيك اهو ليتل افكت، لان اهم حاجه بتؤثر في الكاردياك اوتبوت هو الفينس ستير. ده واحد من اصعب الكيرفات يا اولاد، اللي هو ايه تاثير البوزيتيف انتروبيك البامبنج ابيلتي على الكاردياك اوتبوت. للوهله الاولى تقول بيتزود، لكن اللي بيزود اكتر هو الحاجات اللي بتزود الفينس ريتير. طيب ناخد الكيرف ده اسهل قليلا، ايه تاثير الاكسرسايز على الكارديوفاسكولار ريسبونس؟ انت متوقع الاكسرسايز يعمل ايه؟ في اثناء الاكسرسايز الانسجه محتاجه دم اكتر، يبقى لازم الكاردياك اوتبوت اللي راح لهم يبقى اكتر، وعليه انت متوقع لازم الفينس ريتير يزيد. يبقى الاكسرسايز بيزود الفينس ريتير ويزود الكاردياك اوتبوت. يعني ايه يزود الفينس ريتير؟ يعني هنلاقي هنا ان الكيرف بتاع الفينس ريتير اهو هيبقى شيفتد ابورد اند تو ذا رايت، وعليه هيزيد الكاردياك اوتبوت، وعليه الكيرف بتاع الكاردياك اوتبوت اهو هيبقى شيفتد بالعكس ابورد and to the left. يبقى الفينس ستير لما بيطلع لفوق بيبقى ناحيه ايدك اليمين اهو، لكن الكاردياك اوتبوت لما بيطلع لفوق بيبقى ناحيه ايدك الشمال. ايه الاسباب؟ قلناها قبل كده يا اولاد كلها، ان الاكسرسايز بيشغل السمباثاتيك وينقص الباراسمباثاتيك، ده في الاوتونوميك. طب ايه بقى التاثير على الكاردياك اوتبوت؟ احنا قلنا الكاردياك اوتبوت بيساوي هارت ريت في ستروك فوليوم، فعشان يزود الكاردياك اوتبوت هيزود الهارت ريت ويزود الستروك فوليوم، يعني يزود الفورس في الكونتراكشن، يبقى بوزيتيف انتروبيك. هنا بس، هنا بس يا اولاد هنضيف حاجه ثالثه، ايه اللي بيزود الكاردياك اوتبوت؟ مش بس ان الهارت ريت زاد والستروك فوليوم زاد عن طريق زياده البوزيتيف انتروبيك، ان الافتر لود اللي قصاد الهارت قل، مفيش مقاومه قصاد القلب، في ديكريس في البريفرال ريزيستنس، في ارتريولار فازو دايلتيشن، ما فيش اي مقاومه قصاد القلب عشان يضخ دم كتير للانسجه. طب ايه اللي نقص التوتال بيفر ريزيستنس؟ ان في لوكال ميتابولايتس عملت فازو دايلتيشن ارتريولز. واوعى تنسى الاوائل السمباثاتيك كولينيرجيك اللي هو بيطلع السالكولين. كنا قلنا السمباثاتيك بيعمل بيطلع نوع قديم في كل حاجه، لكن في حتتين بيطلع فيهم الاسيتايلكولين. سويت جلاندز فاكر في الاوتوميك، وبلاد فيسلز، بلاد فيسلز اوف سكريتال ماسل بيعمل لها دايلتيشن. طب ايه اللي زود الفينس ستير؟ الفينس ستير كيرف ايه اللي خلاه طلع لفوق اند تو ذا رايت؟ خدناهم، فاكر
قوات الشفط من اعلى اللي هي الثوراسيك ساكشن والكاردياك ساكشن، وقوات الضخ من اسفل اللي هو السيمباثيتك فينو موتور تون والماسكولار بامب والارتريولار بالسيشن، هنا حتى كبنها ارتريولار دايتيشن مش مشكله، زائد نقص ريزيستنت تو فينس ريتير. ومره اخرى بنخلص بان الكاردياك ستيميليشن الون له ليتل افكت على الكاردياك اوتبوت. اهم حاجه تؤثر في الكاردياك اوتبوت مش الكاردياك ستيميليشن، مش البوستيك نوتروبيك، مش انك تزود البامبنج ابيليتي. المضخه هتشتغل اكتر يا اولاد، بس ما فيش حاجه تضخها. من اللي موجود عندها ما امكن في ضربه واحده هتزود اللي خرجته. طب وبعد كده عند انقبضت بعنف طلعت مره اكتر شويه، طب ما فضيت، يبقى لازم تجيب لها تاني، جيب لها تاني فينا ستيب عشان تستمر في ضخ دم اكتر. وعليه يبقى ان اللي بيأثر في الكاردياك اوتبوت اساسا هو زياده المين ستيمك فيلينج بريشر ونقص الريزيستنت تو فينا ستير، لان دول بيزودوا الفينا ستير وعليه يزودوا الكاردياك اوتبوت. يعني القصه سهله جدا وهي منطقية إلى أقصى درجة يا ولاد، يعني تبقى فاهمك دلوقتي. أهو الهارت أهو، لو أنت زودت البامبنج أبيلتي هيضخ أكتر مرة واحدة بس فضل، طب بعد كده أجيب منين؟ يبقى عليه لازم الأساس إنك أنت تستمر في تدفق الفيناستير. وعشان كده قلنا إن أهم حاجة بتؤثر في الكاردياك أوتبوت هو الفيناستير. هقولها بقى في عجالة، أندر نورمال كونديشنز the cardiac output equals the venous return. ده العامل الاساسي. طب ومن هما مين العاملين اللي بيأثروا اكتر في الفينس تير؟ زياده البريشر في الفينز اللي هو المين سيستميك فيلينج بريشر، او نقص الريزيستنس تو فينس تير. دول يزودوا الفينس تير، الدم العائد للهارت وعليه ضخ اكتر، يبقى الكاردياك اوتبوت يزيد، مش زياده الكاردياك ابيليتي، مش البوزيتيف انوتروبيك. ادي اهم سؤال في ام اس كيو في الحته دي. يبقى فرغنا من الفينا سيركليشن ونيجي للاسهل بقى يا اولاد، وهم البالمونري الكابيلاري سيركليشن. الكابيلاري ده موضوع لطيف وسهل وجميل، وتعالى نشوفه بقى مع بعض، كلام اسهل كتير. كابيلاري سيركوليشن، اول حاجه كابيلاري بلاد فلو، ده اول سؤال زي ما بقول ما بيجيش كتير في النظر لكن بيجي ام اس كيو. بماذا يتميز الكابيلاري بلاد فلو؟ ما عشقت مثل عشق للنظام. يبقى دلوقتي احنا بدانا موضوع جديد بقى اللي هو اصحى معايا، كابيلاري سيركوليشن. السؤال الاول في النظري، وهو ليس من درجه نظري مهم والسالف، يعني سؤال اقل اهميه بكتير، بس اللي احنا بنعرف كل حاجه لان احنا هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. كابيلاري بلاد فلو، بماذا يتميز الكابيلاري بلاد فلو؟ لما يجي لك سؤال يتميز بشيئين، بانه فيري سلو، دي اول حاجه. سرعته كام؟ قلنا نص ملي متر بير سكند. طب عاوزين الاكسبلانيشن، ليه التفسير اللي هو بطيء كده؟ كنا قلنا يا اولاد في اول محاضره في الفاسكوار ان الفيلوسيتي انفيرسلي بروبورشنال، تتناسب عكسيا مع التوتال كروس سكشن اريا. ولما شرحنا قصه خرطوم الحديقه قلنا لما بتضغط على خرطوم الحديقه يعني بتقلل التوتال كروس سكشن اريا، بتخرج الميه اكثر اندفاعا. وقلنا ليه؟ لان نفس كميه الميه هتخرج في مساحه اقل، فالحل انها تمشي بسرعه. يبقى واحد من اهم العلاقات ان كل ما زاد التوتال كروس سكشن اريا بيقل الفيلوسيتي اوف بلاد. طب لما باخد الاورطه بيوزع الدم في كل الكابيلاريز في الجسم، مش في كابيلاري واحد، وان اورطه بيدي كل الكابيلاريز، فالتوتال كروس سكشن اريا بتاع كل الكابيلاريز قلنا 1000 مرة قد الأورطة. وعليه بالعكس 1000 مرة يبقى واسع قوي، يبقى السرعة 1 على 1000 من السرعة في الأورطة. فقل إذا كانت سرعة الدم في الأورطة قلناها في أول محاضرة نص متر في الثانية، سرعة الدم في الكابيلاري نص ملي متر في الثانية.
وقلنا ليه ده يثبت انه وراء الخلق خالق. هو فين المنطقه اللي بيحدث فيها تشينج؟ كابيلز. عشان كده ربنا مخلي الدم ماشي ببطء شديد جدا في الكابيلري عشان يدي تايم فور تشينج. لكن في الاورطه ليه نمشي ببطء؟ ماذا يمكن، ماذا يمكن ان يحدث في الاورطه؟ لازم نمشي بسرعه. يبقى السرعه حيثما ينبغي السرعه. في الاورطه لن يحدث شيء، هنهبب ايه في الاورطه؟ فربنا خلى التوتال كروس سكشن اريا قليل، فالسرعه سريعه جدا نص متر في الثانيه. بينما قلت وان اورطه بيودي الدم لكل الكابيلر زي 1000 مره قد الاورطه، فزي خرطوم الحديقه، فالسرعه تبقى بطيئه جدا. نص مليمتر، مش متر، نص مليمتر. ما هو المليمتر واحد على 1000 مليمتر، وده يدي تايم فور تشينج. يعني انه الكابيلر بلاد فلو ده نص السؤال يتميز بانه فيري سلو مع شفت مستعشق النظام. اتكلمت عليه في 3 نقط، نص مليمتر بير سكند، وايه الاكسبلانيشن؟ انه فيري لارج توتال كروس سكشن اريا، وايه السيجنيفيكانس؟ ان احنا نمشي ببطء انه يدينا انف تايم فور تشينج. طيب تاني حاجه يتميز بيها الكابيلر بلاد فلو اول مره تعرفها، انه انترميتنت، متقطع. يعني شويه الدم يمشي في الكابيلري وشويه ما يمشيش. اقول لك معلومه جميله، في اي وقت عشر الكابيلاريز بس فاتحه، وتسعة اشهرها تسعة في كل عشرة مقفولين ويتناوبوا. بقولها نفرض لو عندي 2 كابيلاريز، شويه ده فاتح وده قافل، وبعد شويه القافل يفتح واللي فاتح يقفل. فعش كده الكابيلاري بلاد فلوش ده ماشي فيه وبعد شويه هيقف وده يفتح. يبقى بيتميز بانه انترميتنت، متقطع. ويسموا هذه الحكايه فازو موشن، يعني حركه الفيسل. فيسل بتفتح وتقفل، هي بتتحرك قصادك هي الفيسل، فيسموها فازو. افهم كل كلمه قالوها ليه، فازو موشن. طيب تعالى نفهم، يبقى الانترميتنت بلاد فلو ده بنسميها فازو موشن. الكابيلز بتفتح وتقفل بمعدل 6 ل 12 مره بير مينيت، 6 to 12 times per minute. تعال بقى نexplain it ونقول significance. يبقى نفس النقاط هناك، قلنا explanation و significant، أول شرحنا أنها نص مليمتر في الثانية، بعدين قلنا explanation و significance. هنا قلنا بتفتح وتقفل بمعدل 6 ل 12 مرة per minute، وبعدين هنقول explanation و significance. حب النظام قوي. نفس الثلاث نقط اللي في أول نقطة إن هو very slow، هم في تاني نقطة إنه intermediate. تعال explanation، هنا لازم تبقى فاهم الأناتومي حضرتك. هنا ده الارتريول، تبقى فاهم ده الارتريول. في حاجه اسمها ميتا ارتريول اهو، او تيرمينال ارتريول، بيتميز بانه عنده ليس سؤال ام اس كيو سموث ماسلز. حب الرسمه الميتا ارتريولز اهو، عنده ليس سموث ماسل مقارنه بالارتريولز. كيف يتصل الارتريول بالفينيول؟ بطريقتين. اول مره تعرفها بالكابيلاريز، ده اللي انت متوقعه، ترو كابيلاريز اهي، وعند بدايه الترو كابيلاري في بري كابيلاري سفينتر، عضله قامته تقفل الكابيلاري او تفتحه، هي دي اللي بتتحكم في الدخول والخروج. لكن طيب في هذه الحاله لما يتقفل الكابيلاري ده، طب الدم هينتقل ازاي من الميتا ارتريول الى الفينيول؟ هنتقل عن طريق حاجة اسمها preferential channel، اسمها thoroughfare vessel. thorough يعني يشق طريقه عبر، يعني لو اتقفل الكابيلاري ده اللي هو بيوصل الميتا ارتريول بالفينيول، في هذه الحالة هيبقى في عبور سريع للدم من خلال thoroughfare vessels، يعني digging through، يشق طريقه عبر، او preferential vessels او channel يعني مفضلة، preferential channel. طيب قصة سهلة قوي، ازاي الكابيلر بلاد فلو بيبقى انترميتنت؟ ان شوية الميتا ارتريول والبري كابيلر سفينكتر قافلة، فالدم ما يعديش في الكابيلري، وشوية فاتحة فيعدي في الكابيلري. يبقى هنا في سؤال مهم، ايه اللي بيقفل، اللي بيقفل الميتا ارتريول والبري كابيلر سفينكتر
فيمنع تدفق الدم. قالوا during rest الميتا ارتريولز والبري كابيلاري سفينكتر بيبقوا كلوزد بالسيمباثيتك، فالدم ما يعديش. طيب لما الدم ما يعديش يتجمع الميتابولايتس، فالميتابولايتس تفتح الميتا ارتريول والبري كابيلاري سفينكتر فيتدفق الدم، وطبعا الميتابولايتس بتزيد اكتر during activity فنفتح عدد اكبر من الكابيلاريز. وعليه اما تشوفها معايا هتفهمها اكثر. تاني يبقى ادي مفرد في تو سيتس اوف كابيلاريز، يعني مجموعتين من الكابيلاري في ايدي اليمين وفي ايدي الشمال اهي، شويه قافلين وشويه فاتحين. دول قافلين بايه؟ بالسيمباثيتك. ازاي؟ اللي بيقفل الميتا ارتريول، احفظ معايا، والبري كابيلاريز سفينكتر، فهيتجمع فيهم ميتابولايتس فيفتحوا. طب ودول اتغسلت الميتابولايتس، ما هو في فلو، فيرجع السيمباثيتك يقفلهم. يبقى شويه دول قافلين ودول فاتحين ويتناوبا بالشكل ده، دول قافلين بالسيمباثيتك ودول فاتحين بالميتابولايتس، بعد شويه دول يقفلوا بالسيمباثيتك ودول يفتحوا بالميتابولايتس. فهنا الفيسل بتتحرك، فافهم الكلمه، فسموها فازو موشن. يبقى بتقراها وانت فاهمها، حركه الفيسل. الكابيلاري بلاد فلو انترميتد ديورينج ريست، عشر الكابيلاري بس فاتح. طب ايه السيجنيفيكانس؟ شيء رائع ان احنا لا نمتلك بلاد يقدر يملا كل السيركوليشن، ما عندناش بلاد يملا كل السيركوليشن، فعليه يبقى كميه البلاد المحدوده دي مره نبعتها للتيشو ده بمعدل، وبعدين ناخدها نوديها لتيشو اخر، بس كل تيشو بياخد بمعدل 6 ل 12 مره في الدقيقه ديورينج ريست، يعني بيقفل ويفتح الكابيلاريز برضو معدل جميل 6 to 12 تايمز بير مينيت، بس ما اقدرش. يبقى الكابيلاري بلاد فلو يبقى كونتينوس، هندي ده شويه بعدين نقفل وندي ده شويه. اكشلي هم مش اثنين، انا قلت احنا ات اني جيفن مومنت فاتحين واحد وقافلين 9. طب افرض فتحناهم كلهم، الدم ما يكفيش، هيحصل انهيار في الضغط، سيركولاتوري شوك وداث. وهذا يحدث في الانافيلاكتيك شوك لما تاخد دواء يعمل لك سيفير الرجي، يسموها انافيلاكتيك شوك اللي هي سيفير الرجي، ويفتح كل الفيسلز في وقت واحد بالهستامين، يحصل انهيار في الضغط شوك ويمكن ان يتوفاك الله. فده السيجنيفيكانس، ان بكميه دم محدوده ندي بمعدل 6 ل 12 مره وبنتوقف ما بينهم، نكون بندي حد تاني. وده برضو خد بالك، طب واحد يقول طب ما ربنا كان عمل دم كتير قوي يكفي كل الفيسلز اول ذا تايم، كنت هتحتاج قلب ضخم جدا اللي يقدر يملا كل الكابيلاريز في عين واحد، ورك رهيب. وربنا سبحان الله، اسمع الجمله دي، ضد الاسراف والمسرفين. يبقى تاني يا اولاد بقى، بماذا يتميز الكابيلاري بلاد فلو للاوائل؟ يتميز بشيئين اهم مكتوبين قصادك. يتميز الكابيلاري بلاد فلو بانه سلو وانه انترميتد. هتتكلم على كل واحده في ثلاث نقط. سلو هتقول رقم وبعدين الاكسبلانيشن والسيجنيفيكانس، والثانيه رقم وبعدين الاكسبلانيشن والسيجنيفيكانس. الرقم هنا سلو يعني قد ايه؟ نص مليمتر في الثانية. طب ايه الاكسبلانيشن؟ انه فيري سلو، انه قلنا خرطوم الحديقة، انه فيري لارج توتال سيكشنال اريا، فيري لارج توتال كروس سيكشنال اريا، وعليه هيبقى الدم بطيء. طب ايه السيجنيفيكانس؟ ندي انف تايم فور اكشينج. طب نفس الكلام في الانترميتنت، هتقول ان الفيسل بتفتح وتغلق رقم الاول بمعدل 6 ل 12 مرة بير مينيت، تفتح وتقفل يعني بتتحرك، فسموها فازو موشن فينومينون، ظاهره حركه الفيسلز. طب ايه الاكسبلانيشن؟ ديورينج ريست تبقى قافله بالسمباتيك، السمباتيك بيقفل مين؟ الميتا ارتريول والبري كابيلاري سفينكتر، احفظ معايا ميتا ارتريول والبري كابيلاري سفينكتر، تتجمع الميتابولايتس تفتح بالميتابولايتس، طبعا الميتابولايتس بتزيد في الاكتيفيتي فبتفتح عدد اكبر في الاكتيفيتي لما تعوز اكتر. طب ايه السيجنيفيكانس؟ ان لو حضرتك فتحت كل الكابيلاريز ار اوبن في وقت واحد، في حجم الدم ما يكفيكش يغطي كل الكابيلاريز، يملى كل الكابيلاريز، فهيحصل سيركولاتوري شوك، وهذا يحدث
في السيفير الرجي في الانافلاكتيك شوك. يبقى كلام جميل ويدل على انه وراء الخلق خالق. نيجي للسؤال الثاني، السؤال الثاني كابيلاري فريجيتي، ايه رايك انت؟ كابيلاري من اسمها يعني كابيلاري شعيره، يبقى فيري ديليكت، فانت تتصور خطا انها فراجايل. من اهم المعلومات يا اولاد، لا ديسبايت ذا ديليكت ستراكشر اوف كابيلاريز، برغم رقه تركيب الكابيلاريز انها كابيلاري، ده مش شعره حتى، شعيره، الا انها نوت فراجايل، ما هياش هش، ما هياش قابلة للكسر. تصور الكابيلاري، هنا المفاجأة بقى يا أولاد، وقلناها قبل كده على فكرة، كان ده كله كان ويذستاند، يمكن أن تتحمل very high pressure. الشعيرة دي الشعيرة مش شعرة حتى، شعيرة تتحمل ضغط عالي جدا مساوي، افتح ودك، للأرتير blood pressure، ما تنفجرش. يبقى الكابيلاريز ما تلخبطش، delicate، رقيقة اه، لكن مش هشة، مش هشة. والاكسبلانيشن لابلاس لو، ان قلنا التنشن اللي ممكن يفجر الانابيب هو محصله البريشر في الراديوس. طب ايه رايك بقى انت، فكر معايا، الراديوس بتاع الكابيلاري نصف قطر الكابيلاري، ده شعيره، شعيره صغير جدا، وعليه يمكن ان يرتفع الضغط الى الارتيريال بلاد بريشر من غير ما التنشن يزيد للدرجه اللي تفجر الكابيلاريز. طب السؤال بعد كده، امتى الكابيلاريز تبقى فراجايل؟ عارفينها، في نقص فيتامين سي، مرض الاسقربوط، خلاص مرض الاسقربوط ده اللي هو في نقص فيتامين سي، بيحصل ان الفيتامين سي ده مهم لعمل الماده الاسمنتيه بتاعت الكابيلاريز، خلاص اللي هي بتقوي الكابيلاريز. ففي نقص فيتامين سي اللي هو موجود في الموالح، اشهر حاجه بيعمل مرض اسمه اسقربوط، الكابيلاريز تبقى هشه ويحصل منها نزيف. ويقال، بس انا لم اتذكر الان اسم المعركه، ان الاسطول الانجليزي هزم الاسطول الفرنسي مره، لان دول كانوا بياخدوا موالح في البحر ودول ما بياخدوش، اتحرموا من الموالح فجالهم نزيف اللي هو نقص فيتامين سي كابيلاري فراجيلتي. طيب اولد ايج، كل حاجه ما بتقدم يا اولاد تبقى هشه قابله للكسر، انت ما تستخدم حاجه العديد من المرات بتبقى اكثر هشاشه. فالاولد ايج، الالرجي، يعني ايه الالرجي؟ الالرجي دي انتيجين انتي بودي رياكشن، تخيل في انتيجين وانتي بودي بيتعارك داخل الكابيلاري، يعني زي ما نكون بنرمي كراسي على بعض داخل اوضه، يبقى النوافذ هتتكسر وكل حاجه هتتكسر، هي ده الانتيجين انتي بودي رياكشن الالرجي. يبقى ما هي اسباب الكابيلاري فراجيلتي؟ اهم سبب نقص فيتامين سي، ثم نقص فيتامين سي، ثم نقص فيتامين سي اللي هو السكيربي، ثم انها ادمت. الناس العواجيز بتلاقي عندهم نقط دم تحت الجلد بسبب ان الكابيلاريز بقت هش، فبتطلع بتي حاجات صغار. ولو حصل معركه جوه الكابيلاري اللي هو انشي انتي بودي رياكشن اللي هو الالرجي، طب ايه الريزلت؟ حاجه اسمها بقى نون ثرومبوسايتوبينيك بيرب. فاكر كنا قلنا البيربرا بحرف البي متعلقة بالبليتلز بحرف البي، العيان عنده بيتيكي نقط زرقة تحت الجلد بحرف البي، واللي طويل عنده البليدنج تايم بحرف البي. هنا بقى دي سموها نون ثرومبوسايتوبينيك، يعني بيربرا مش سببها نقص البليتلز، انما سببها ايه؟ ان الكابيلاريز هشة. فاقولها لك بالبلدي، البليتلز وظيفتها انها اي ثقب صغير في الكابيلاري تغلقه اولا باول. البليتلتس عندك وعندي اي ثقب في كابيلاري تقفله اولا باول. لو ما عندناش بليتلتس يبقى الثقوب دي هتبقى مفتحه، هتطلع نقاط دم صغيره تحت الدم لونها بيربل قرمزي، عشان كده سموها بيربرا. هنا بقى الخلل مش في البليتلتس، انما بقولها باسلوب لن تنساه، الكابيلاريز هشه مليانه ثقوب، البليتلتس هتقفل ايه ولا ايه ولا ايه؟ البليتلتس سليمه اه، بس العمل المنوط لها او منوط بها ان تفعله
تخطى مقدرتها فيسموها نون ثرومبوسايتوبينيك بيربر. يبقى حتى الاوائل لما يسالك في البيربر تعرف كم نوع تقول له ثرومبوسايتوبينيك نمره واحد، ثرومبو اثيريك نمره اثنين، راجع محاضرات البلاد، وتقول له اعرف نوع ثالث اسمه نون ثرومبوسايتوبينيك. يعني مفيش خلل لا في البليتلت كوانتيتي ثرومبوسايتوبينيك ولا كواليتي ثرومبو اثيريك. الخلل في الكابيلريز مليانه ثقوب، البليتلتس هتقفل ايه ولا ايه ولا ايه، زي في نقص فيتامين سي لسكيفري اولد ايج اند انرجي. طب كابيلري فاجيلتي تيست دي في العملي برضو مهمه، اسمها هيس تيست، اسمها تورنيكي تيست. عاوزين نكشف هل الشخص ده عنده هشاشه في الكابيلري ولا لا. فكره تجربه لطيفه قوي، هنحط جهاز الضغط حوالين الدراع ونرفع الضغط بين سيستوليك اند دايستوليك، يعني تحت 80 فوق، نرفعه اسف فوق 80 بس تحت 120، يعني خليه 100 بس بين سيستوليك اند دايستوليك. يبقى انت لما ترفع الضغط تحت السيستوليك وفوق الدايستوليك يبقى انت قفلت الفين وقفلتش الارتري، شايف الرسمه دي؟ فالدم هيدخل من الارتري للكابيلري لكن مش عارف يخرج في الفينز انك رافع الضغط فوق الفينس بريشر، فيتجمع في الكابيلري فالكابيلري بريشر تزيد. فلو هي هشه، لو هي هشه تنفجر. ادي فكره الكابيلري فاجيلتي تيست او هيس تيست او تورنيكي تيست. تحفظ لي فيها اربع ارقام. بنرفع الضغط بين بتوين سيستوليك اند دايستوليك 100 لمده 10 دقائق تاني رقم، وبعدين نرسم دايره على الفور ارم على الذراع بتاع العيان، دايره بالخيال مش هنرسم بالقلم، يعني نبص في دايره في خيالنا قطرها 5 سم مش نصف قطرها، القطر الدايمتر 5 سم. الشخص طبيعي مفروض ما يفرقعش اكتر من 15 كابيلري، اقل من 15 نقطه دم تلاقيها في الدايره دي. على فكره في الشباب اللي زيكم ولا كابيلري واحد هيفرقع، انما يا سيدي احنا متسامحون. لو اتفرق على حد اقل من 15 انت الكابيلاري بتاعتك زي الفل، اكتر من 15 يبقى عندك كابيلاري فاجيلتي. يبقى دي سؤال النظر الثاني في الكابيلاري، او سؤال سهل مره اخرى. معلومه الاولى هتقول الكابيلاريز ديليكيت نوت فراجايل، عد معايا معلومه رقم واحد يعني ايه؟ كانوا ستاند فيري هاي بريشر. ليه؟ تاني نقطة الاكسبلانيشن بسبب لابلاس لو، ان بسبب ان الريديوس صغير قوي 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 ممكن تتحمل ضغط كبير من غير ما التنشن يفرقع الكابيلري. النقطة التالتة اسباب الكابيلري فاجيلتي، اوعى تنسى نقص فيتامين سي ثم نقص فيتامين سي ثم نقص فيتامين سي اللي هو الاسكاربي الاسكربوت وبعدين اولد ايج والرجي. وبقولها معلومه في فقره المعلومات العامه، كتير مننا يجي الواحد وهو بيبرش هيز تيث بيغسل سنانه بالفرشه يلاقي سنانه بتنزل دم، كابيلاريز هش تعورت، عندك نقص فيتامين سي، دي بدايات مرض الاسكربوت. كل موالح كتير هتلاقي الظاهره دي اختفت من تلقاء نفسها، او خد فيتامين سي اقراص. طيب النقطه الرابعه الريزلتس، ايه النتيجه ان الكابيلاريز تبقى فراجايل؟ هتديك نوع من البيربر، النوع الثالث للاوائل، مش بسبب نقص عدد البليتلتس نون ثرومبوسايتوبينيك ولا انها ضعيفه البليتلتس اللي هي ثرومبو اثينيك، انما دي اسمها نون ثرومبوسايتوبينيك، يعني مالهاش دعوه بالبليتلتس، لها دعوه بالكابيلاريز. وبعدين كيف تكشف عن هشاشه الكابيلاري؟ بالكابيلاري فراجيلتي تيست النقطه الخامسه او الهيس تيست واللي هي فيها اربع ارقام. بترفع الضغط في حوالين الدراع ما بين السيستوليك والدايستوليك يعني 100 لمده 10 دقائق ثاني رقم في دائره قطرها مش نصف قطرها 5 سم، ما يصحش يفرق اكتر من 15 بتيك. يبقى بتقول النقطه الاولى الكابيلاريز ديليكيت نوت فراجايل، ادي اول نقطه. الاكسبلانيشن لابلاس لو ثاني نقطه. اسباب الكابيلاري فراجيلتي اهمهم نقص فيتامين سي ثالث نقطه. الريزلتس هتديك النوع الثالث في البيربر الاوائل ملوش علاقه بالبليتلتس نون ثرومبوسايتوبينيك. النقطه الخامسه كابيلاري فاجيلتي تيست بالاربع ارقام، ترفع الضغط ل 100 لزمن قدره 10 دقائق في دائره قطرها 5 سم، ما يفرقعش اكتر من 15 بتيك. طيب نريح بقى ناخد ايه حاجه صغيره في الام اس كيو، حاجه اسمها
بيريسايت يعني خلية حوله، بيري يعني حوله. فدي عبارة عن كونتراكتايل سيلز رابت اراوند الاندوثيليا. ما هي شايف هذه الفيسل اهي، كونتراكتايل سيلز عندها بروسيسز كده كبيرة، هاف لونج بروسيس اهي شكلها نجمية ملفوفة حوالين الاندوثيليوم بتاع الكابيلاريز والفينيولز. كابيلاريز والفينيولز عندها لونج بروسيسز. ايه والله افها الخلية دي، ما هي كونتراكتايل تقدر تنقبض وتقدر تريلاكس، فبتريجوليت الكابيلاري بلاد فلو. عشان كده خدناها مع الكابيلاري، قلزوا انها حوالين الكابيلاري وللأوائل والفينيولز. للزملاء الأصغر سنة مش كابيلاريز بس وفينيولز. فأول وظيفة من الثلاثة بتريجوليت الكابيلاري بلاد فلو، ده المفهوم ما كونتراكتايل تقفل وتفتح. تاني وظيفة فاجوسيتوزيس، لو في سيلولار ديبريس يعني حاجات صغيرة كده بواقي خلايا تاكلها تنظف المنطقة. ثالث حاجة لها متداخلة في البلاد برين بارير، اللي هو البارير اللي بيفصل الدم عن البرين، احد الخلايا المكونة له هو البيريسايتس. طب ايه اللي بيخليها تنقبض او تنبسط؟ مواد مش جاية عن طريق الدم، جاية عن طريق التيشو فلويد، فيسموها باراكراين فازو اكتيف ايجنتس. باراكراين فازو اكتيف ايجنت. انت بقى عاوز تسمعها تاني رجع الفيديو بعد اذنك، انما انا عاوز امشي اسرع شوية. طيب السؤال الثالث في الكابيلاري، اول سؤال كان كابيلاري فلو، ثاني سؤال كابيلاري فراجيلتي، ثالث سؤال رياكشن اوف كابيلاريز تو ميكانيكال ستيمولاي. يعني لو جبت بلانت اوبجكت وليكن زي مفتاح مثلا، بلانت بوينتد اوبجكتس، وخربشت الجلد، الكابيلاري هترياكت بطريقتين. Reactions of capillary to mechanical stimuli. أول حاجة white reaction كلنا لاحظناها، لما يحصل خدش صغير في الجلد، خدش بسيط خالص بمفتاح كده، مرر مفتاح lightly، اعمل light stroking of skin، يعني مرر المفتاح كده by pointed blunt object زي المفتاح على الجلد، هتلاقي فيه خط أبيض. طب ايه الخط الابيض ده؟ هو مين مسؤول عن اللون الوردي بتاع الجلد؟ الار بي سيز اللي موجوده فين؟ في الكابيلاريز. فحضرتك لما عملت لايت ستروكينج اوف ذا سكين حصل كونتراكشن اوف بري كابيلاري سفينكتر، يبقى البري كابيلاري سفينكتر انقبضت، فالكابيلاري ده فضي، فبقى الخط ده في الجلد كابيلاري فاضي ما فيهوش ار بي سيز، يبقى بقى لونه ابيض. Capillaries are empty تدي الوايت لاين او بنسميه وايت رياكشن. حتى كابيلاري هي ناقصه ايه مش مشكله بقى عشان ما نضيعش وقت، او نحط الايه هنا في عجاله كده. Capillaries are empty تدي وايت لاين. الاهم منها بقى التريب ريسبونس يا اولاد. لو عملت مش لايت ستروكينج ذا سكين، فيرم ستروكينج يعني بالمفتاح كده مررته بعمق شويه بس من غير طعم تقطع الجلد، عشان كده قلنا بلانت اوبجكت. تريب ريسبونس يعني هيحصل تلات حاجات، هيحصل ريد لاين اهو حواليه منطقه اقل احمرارا اسمها سبريدنج فلير، فلير يعني احمر وسبريدنج يعني منتشر، مع ان هتلاقي لو حطيت ايدك الثانيه على المنطقه اللي حكيت بيها الجلد هتلاقي الحته دي ورمت شويه فيها لوكال إديما، او يسموها ويل ويل يعني عجله. يبقى التريب ريسبونس واحد من اهم الاسئله حتى بتسال في العملي، تحصل امتى؟ مش لو عملت وايت، لو عملت فير ستروكينج سكين بس مره اخرى بمفتاح، يعني بلانت يعني مش حاد انما بوينتد اوبجكت. هيحصل ثلاث حاجات، ريد لاين وسبريدنج فلير ولوكال إديما اللي هو الويل. انا هحفظها بطريقه لطيفه قوي. الريد لاين بتحدث عند الانجرد سايت، ودي 100% لاين، مفيش حاجه تدي منظر لاين غير لو كان شعيره كابيلاري.
يبقى الكابيلاري هنا لونه احمر بقى، يبقى حصل له فازو الاسفنكتر حصل لها فازو دايلتيشن، مش حصل لها يعني ايه الكابيلاري سفنكتر ما حصلهاش كونتراكشن، حصل لها ريلاكسيشن فعملت زي فازو دايلتيشن في الكابيلاري. ازاي؟ كيميكال بماده الهستامين. يبقى حلوه اللاين كابيلاري بحرف السي كيميكال بحرف السي، الكابيلاري سفنكتر ريلاكسد فدخل دم في كابيلاري فده لون احمر بكيميكال هي ماده الهستامين. طيب السبريدنج فلور بتحدث اراوند حوالين الحته اللي انت عملت لها سكراتش، طبعا حته واسعه ما ينفعش كابيلاري يا اولاد فكر مش عاوز غباوه، ما ينفعش كابيلاري يدي لون احمر في حته كبيره، الكابيلاري ده عباره عن خط يبقى يدي خط لاين، لكن مين اللي بيغذي منطقه واسعه؟ الارتريولز. يبقى هنا السبريدنج فلير سببها ارتريولار فازو دايلتيشن بايه بقى؟ بانتيدروميك امبلس، يعني امبلسز ماشيه عكس الاتجاه، مفروض الامبلس تجيني عن طريق الافرد، لا هي جاياني عن طريق برانش من الافرد، وبقول في مرحله لاحقه في محاضره الارتريولز ايه قصه الانتيدروميك امبلس دي التي تؤكد انه وراء الخلق خالق، ان الامبلس مش جاي عن طريق الافرد للارتريول وهو المفروض، جاي عن طريق برانش بالآخر فسموها انتيدروميك عكس الاتجاه. يبقى هنا اراوند بحرف الاي، ارتريول بحرف الاي، انتيدروميك امبلس. طب ايه سبب الويل دي؟ ان شويه ميه يعني خلوا اللاين طالع كده، حتى لو غمضت عينيك بعد ما عملت فيرم سكراتش لايدك الشمال على اي حته في دراعك الشمال، لو جبت ايدك اليمين وحسست هتلاقي الحته وارمه شويه في ميه، يبقى دي برضو بتحصل around the site. سببها بقى ان لما الكابيلر ريليتد زاد النفاذية بتاع الكابيلري فخرجت مية، برضو كابيلري كيميكال. يبقى حفظتها حتى الاجيال بطريقة لطيفة يا اولاد. يبقى الريد لاين 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 يعني خط، تبقى دي كابيلري بحرف السي، تبقى دي كيميكال بالهستامين كابيلري كيميكال، دي at the injured site. طب السبريدنج فلير ده around، ما ينفعش بقى حاجه ممتده تبقى كابيلاري، مين اللي بيغذي منطقه واسعه؟ يبقى ارتريول بحرف الايه، سببها انتيدروميك امبلس، يبقى اراوند ارتريول بانتيدروميك امبلس. اللوكال ويل سببها لما الكابيلاري وسعت نفاذيتها زادت طلعت ميه، وطبعا الكابيلاري وسعت ايه؟ كيميكال، يبقى تملي كابيلاري كيميكال، الكابيلاري كيميكال. الكابيلاري دايليتد السفنكتر بتاعتها ادت ريد لاين، دايليتد زي البالونه لما تبقى نفختها كده يبقى الوول بتاعها يبقى ثين جدا، نفاذيه كابيلاري تزيد لما الدايليت فيخرج ميه، يبقى كابيلاري كيميكال ادت اللوكال اديما الويل. انما السبريدنج فلير اراوند ارتريولز انتيدروميك امبلس. هل الظاهره دي ما تحدثش غير مع الفيرم سكراتش؟ لا، بتحصل كمان مع الانسك بايت. تخيل كده بعوضة قرصتك في ايدك، هتلاقي مطرح القرصة نقطة حمراء، يبقى هنستبدل الريد لاين بسبوت حمراء، ريد سبوت، تبقى دي كابيلاري كيميكال. حواليها تلاقي منطقة احمرار وسعت شوية حوالين النقطة الحمراء دي اللي بتاع مكان القرصة، منطقة تانية اقل احمرارا حواليها، دي السبريدنج فلير اراوند ارتريول انتيدروميك امبلس. تحط ايدك على مكان القرصة تلاقيها وارمة، وارمة ايه؟ بمية، خرج مية من الكابيلاري، ده الويل اللي هو اللوكال اديما كابيلاري كيميكال. واحد من اشهر الاسئلة بتتسأل تريبل ريسبونس، يبقى تريبل ريسبونس للاوائل يحدث بطريقتين، يا اما احتكاك جامد بالجلد فيرم ستروكينج سكين من غير ما يتقطع، ببلانت بوينتد اوبجكت بس يبقى فيرم ستروكينج، او بالانسك بايت. ليه سموه تريبل ريسبونس؟ لثلاث حاجات، مكان الاحتكاك او القرصه فيه خط احمر او نقطه حمراء، خط مين اللي يدي خط؟ مين اللي شكله زي الخط؟ الكابيلاري، يبقى ده كابيلاري بحرف السي كيميكال بحرف السي هيستامين السفنكتر دايليتد. المنطقه اللي هي ممتده حواليها اسمها سبريدنج فلير، ما ينفعش كابيلاري يدي حته واسعه، مين اللي بيغذي حته واسعه؟ ارتريولز، يبقى ده اراوند فازو دايلتيشن ارتريول بانتيدروميك امبلس، كلها بالايه؟ اراوند ارتريولز انتيدروميك امبلس. اللوكال اديما لما الكابيلاري وسعت نفاذيتها زادت خرج منها ميه، ادي الاوائل. نيجي برضو سؤال صغير اسمه انجيو
جينيسيس يا اولاد. كما تبدو الكلمه ساعات لطالب ذكي مش مذاكر بس قال هو الانجيوتنس جينيس. انا علمتكم يا اولاد جينيسيس من كلمه جينيريت يعني يخلق، فورميشن جينيريشن تخليق تكوين، وانجيو يعني وعاء، بقولها 100 مره انجيو في اللغه يعني وعاء. فانجيوجينيسيس يعني فورميشن اوف نيو فيسلز، من روائع الخلق والخالق ان لما حته يبقى الدم اللي رايح لها قليل، في عندها اسكيميا نقص الدم، ايم يعني دم واسك يعني نقص، فالاندوثيليوم بتاعت الفيسلز اللي موجوده تطلع جروث فاكتور، يبقى فاسكولار اندوثيليوم جروث فاكتور اهو في اي جي اف فاسكولار اندوثيليوم جروث فاكتور، يعمل ايه؟ يخلي بعض الاندوثيليوم دي نفسها تمايجريت تهاجر للحته اللي جنبها وتبروليفريت تتكاثر وتعمل نيو فيسلز. يبقى الميكانيزم مايجريشن اند بروليفريشن اوف اندوثيليال سيلز. يبقى ثلاث كلمات في السؤال ده الشفوي، يعني ايه انجيوجينيسيس؟ الكلمه واضحه انجيوجينيسيس، جينيسيس يعني توليد او تخليق، جينريتور مولد، تخليق اوعيه جديده فورميشن اوف نيو فيسلز. امتى انت عاوز وعاء جديد؟ لو الدم مش كفايه، يبقى شوف حتى الاستيميلس ينم انه وراء الخلق خالق. متى نصنع فيسل جديده؟ لو حته الدم اللي جاي لها قليل. بما يثبت انه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله اسكينيا. الفيسلز موجودة، الاندوثيليوم اللي عندنا دي تطلع فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، يعمل ايه؟ يخلي بعض الاندوثيليال سيلز دي تسيب الحتة اللي فيها تمايجريت وتبروليفريت عشان تعمل لي نيو فيسلز. طيب نيجي بقى لدرة محاضرة الكابيلاريز. ليه الدرة؟ افهم، يعني انا مش بقول ده مهم عشان انا شايفها مهمة، ماليش دعوة بالامتحانات، هي مهمة يعني هي بتيجي في الامتحان لانها مهمة مش العكس، مش هي مهمة عشان بتيجي في الامتحان، اتمنى تبقوا فهمتوها. لأهميتها بتيجي في الامتحان مش عشان بتيجي في الامتحان بقت مهمة. عشان كده حتى بستعجب من بعض الزملاء الأصغر سنا، ساعات يجيبوا أسئلة غريبة. يا جماعة غلط، احنا الأهم فالأقل أهمية دي في الحياة، احنا لازم نتأكد ان الطالب والطبيب بدوريه عارف الموضوعات المهمة مش عارف الموضوعات الغير مهمة. المهم هو اللي نجيبه في الامتحان، مش شطارة ان احنا نجيب أسئلة مش مهمة، ما بيعملوش كده أبدا في نورث أمريكا. ما هي الفانكشن اوف كابيلاريز في كلمة؟ الفانكشن اوف كابيلاريز في كلمة اكتشينج. في ثلاث طرق للاكتشينج اكروس كابيلاريز. تدي اهم الطرق فيسيولوجيا مش اكلينيكيا. يبقى اول طريقة في الطرق التلاتة اللي هي الديفيوجن. وما عشقت مثل عشق النظام. يبقى ساعات يجي السؤال بطريقة عاوز الطالب فاهم، ما يقولكش discuss exchange across capillaries، يقول لك discuss the most important method of exchange. هو ما قالكش ايه، قال لك قول اهم طريقه في الثلاثه الاكتشينج اشرحها. فهنا السؤال بقى سؤالين، انك تعرف مين هي اهم طريقه في الثلاثه دي نمره واحد، وتعرف شرحها نمره اثنين. فلو جالك مين هي الموست امبورتنت ميثود اوف اكتشينج اكروس كابيلاريز، الاجابه diffusion. وما عشقت مثل عشق نظام. ثلاثة في ثلاثة. يعني هتقول مقدمة من ثلاثة وستة فاكتورز أقسمهم ثلاثة وثلاثة. حلو قوي، يبقى ثلاثة ثلاثة ثلاثة. مقدمة من ثلاثة. إنك هتقول إن دي الموست امبورتنت. ده دي مهمة عشان تبقى عارف إن دي الموست امبورتنت. ساعات السؤال بيجي لك مين هي الموست امبورتنت؟ هي الديفيوجن. وإحنا عارفين في الإنترودكشن إن ديفيوجن، الديفيوجن يا أولاد هي دي الوسيلة الوحيدة من الترانسبورت اللي باسيف نو اي تي بي. دي تاني نقطة. تالت نقطة انها بتحدث فور سمول موليكولز زي الاكسجين زي الكربون دايكسايد زي الجلوكوز زي الايونز. يبقى مقدمة من ثلاث كلمات. نقولهم تاني مع بعض، انها هي دي الموست امبورتنت. تاني نقطة passive، تالت نقطة بتحدث for small molecules oxygen carbon dioxide glucose
امينو اسيدز، فاتي اسيدز، اينز، شويه امثله. طيب نيجي بقى الريت اوف ديفيوجن ديبيندز اون، التقسيمه دي خاصه بالعبد الله واخذها كثير من الزملاء، بس هي تقسيمه خاصه جدا. جبت منين انا الفاكتورز؟ ان في سبستنسز هتديفيوز اكروس كابيلري، يبقى 100% الفاكتورز لابد ان تنقسم، لابد ان تنقسم الى مجموعتين، حاجه في الكابيلري هتحكم الديفيوجن وحاجه في السبستنس. الكابيلري كابيلري بيرميابيليتي، نفاذيه الكابيلري، والسبستنس سبستنس فاكتورز. تدي الكابيلري بيرميابيليتي، الكابيلريز في اجسادنا بتنقسم حسب النفاذيه لثلاث انواع، يا كابيلرز عندها هاي بيرميابيليتي، يا عندها لو بيرميابيليتي، يا عندها مودريت بيرميابيليتي. نيجي للسايت، مين اكثر الكابيلريز نفاذيه في الجسم؟ انا من غير مذاكره لازم يجي في مخي الليفر اللي هو largest gland in the body، اكبر غده في الجسم. ليه بقى الليفر دي يا اولاد؟ هقولها بالبلدي and you'll never forget it، هي المطبخ بتاع الجسم. المطبخ ده بيحصل ايه؟ بندخل الطعام غير مطهي يطلع منه مطهي. طب ما الليفر شرح، الاكل اللي جاي من الجهاز الهضمي بيدخل not metabolized يطلع من الليفر metabolized، يبقى اكبر كم من الاتشينج بيحدث في بيتنا في المطبخ. عشان كده دلوقتي في الابنيه الحديثه يحطوا المطبخ جنب الباب الخارجي عشان ندخل ونخرج الحاجات بسهوله من غير ما نخوض في الشقه كلها فيتوسع. يبقى انا عاوز نفكر يا اولاد مش نحفظ. يبقى ما يقول لي مين الكابيلرز عندها اكتر نفاذيه، اللي هي المطبخ اكتر حته في البيت بتدخل فيه حاجات مش مطبوخه وتطلع حاجات مطبوخه، الليفر يدخل فيه حاجات مش ميتابولايز من الجهاز الهضمي ويطلع حاجات ميتابولايز، والسبرين لو عاوز مثال اخر. للاسكاء فقط انا موضب الشرح على الفهم، يعني طب هي ليه عندها هايبرميابيلتي؟ لان 100% الاندوثيليال سيلز ما بينها في لارج جابس، يعني ده مش في ثقوب ما بين في الاندوثيليوم، الكابيلاري مش مثقبه فيها فينستريشنز، فيها جابس مسافات بين الاندوثيليوم والاندوثيليوم. والبيزمنت ممبرين، ما هو الكابيلاري بيتكون من اندوثيليوم وبيزمنت ممبرين انتربتد متقطع. يبقى خدت بالك انا وضبت الشرح على الحقيقه، ازاي يبقى عندها هايبرميابيلتي؟ يبقى لازم الفتحات واسعه جابس والبيزمنت ممبرين تحتها انتربتد. طب اثبت لي ان الليفر عندها الهايبرميابيلتي، ان تركيز البروتينز بره الكابيلاري في الانترستيشال فلويد عالي جدا. احنا عارفين تركيز البلازما بروتين في الكابيلاري، في الكابيلاري 7 جرام برسنت، بره في الانترستيشال فلويد بتاع الليفر 4 جرام، يعني قريب جدا من السبعة. طب تعالى بقى مين الكابيلاريز اللي عندها لو بيرميابيلتي؟ انا طبعا اقول السنترال نيرفس سيستم، لان مش مفروض اي حاجه تدخل على السنترال نيرفس سيستم، ده ارقى ما نمتلك، ده في بارير، حاجه اسمها بلاد برين بارير يحول دون انتقال حاجات ملهاش لازمه. لكن عاوز امثله تانية، سكيليتال ماسلز او الماسلز في مجملها اسف، واللانكس، دول لو بيرميابيلتي. طب هوضب الشرح عليها بقى، يبقى ليه لو بيرميابيلتي؟ لان الكابيلرز مفيش مسافات ما بين الخلايا الاندوثيليوم، انما في بالعكس الاندوثيليوم مترابطه ماسكه في بعضها البعض بتايت جانكشن، هتسمعها تايت جانكشن يعني جانكشن قوي، مفيش مسافه خالص، والبيز ممبرين تحتها مستمر كونتينيوس. طب واثبت لي ان عندها لو بيرميابيلتي؟ ان تركيز البروتينات بره الكابيلرز في الانترستيشال فلويد فيري لو. طب مين عنده مودريت بيرميابيلتي؟ مخي يقول لي لو انا ذكي كيدني والانتستين، واحد يقول لي ليه؟ هقول له لان الكيدني بتعمل ري ابزوربشن، يعني بتاخد بعد ما بيحصل فلتريشن بتلم الحاجات الثانيه النظيفه وترجعها للدم، والانتستين بتعمل ابزوربشن، الاكل بناخده بتمتص حاجات وحاجات لا، يبقى فيها بريفرنشال. طب انا بوضب الشرح عليها،
طب ازاي هي بقى عندها مودرن بريميبيلتي؟ يبقى ما اقولش ان عندها مسافات زي ليفر جابس، ولا اقول ان ما فيش خالص اي ثقوب تايت جانكشن زي السي ان اس والماسلز واللانجز، انما اقول ان فيها ثقوب صغيره فينستريشنز فتحات صغيره. والبيز ممبرين لا اقول انه انتربت ولا اقول انه كونتينوس، اقول كونتينوس لكنه فين؟ ضعيف. طب والدليل ان تركيز البلازما بروتينز بره متوسط ما بين الليفر والسي ان اس. طيب نيجي سبستنسز فاكتورز، حاجات في السبس، وليؤكد لعبد الله هو اللي كاتب هذه الطريقه اللي هي كل الناس اخذوها عنه، ان انا في مليون فاكتور تاثر في الـ في الـ في الديفيوجن، انا اخترت الثلاثه الاكثر اهميه. عارف ليه؟ بقول الكتابه كبصمات الاصابع، ان انتوا عارفين طريقتي احب عشان نتذكر يبقوا 3-3-3، يبقى مقدمه من 3، الكابيلرز حسب البريميابيلتي 3 انواع، والسبستانس اخترت الثلاثه فاكتور الاكثر اهميه. فالديفيوجن ريت بيتناسب مع 3 حاجات، دايركتلي مع الكونسنتريشن جريد، كل ما فرق التركيز زاد يبقى الديفيوجن ريت يزيد. ده اهم عامل، ده يعني الحاجات اللي موجوده بتركيز عالي في البلاد هتديفيوز اكتر من التيشو، والعكس الحاجات اللي في التيشو بتركيز اعلى من البلاد هتديفيوز باك تو ذا كابيلاري. ما هو الديفيوجن ده بيحدث بوث دايركشنز، من الدم للتيشو فلويد ومن التيشو فلويد للكابيلاريز، بيودي النيوترينز والاوكسجين من الدم للتيشوز، وبياخد الكربون دايكسيد والويست برودكتس من التيشو للكابيلاريز. يبقى مين اهم عامل؟ كونسنتريشن جريد. طب تاني عامل الليبيد سوليبيلتي، لان لو انا ليبيد سوليبل اقدر اعدي في الاندوثيليوم، لان السيل ممبرين بتاع الاندوثيليوم ليبيد، وانا ليبيد سوليبل يبقى اعدي هنا واعدي في البورس. لكن لو انا ليبيد ان سوليبل تقلصت فرصه مرور، يعني لما انا ما بدوبش في الليبيد يبقى مش هدوب في السيل ممبر، مش هدوب في الاندوثيليوم، يبقى فرصتي الوحيده في البورز. واحنا قلنا ان البورز، راجع محاضرات الانترودكشن، تمثل، افتح ودنك، 1/100 من مسطح السيل من مسطح الممبرز، فيبقى تقلصت فرصه الواحد على 100. يبقى تاني عامل مهم جدا ليبيد سوليبيلتي. تالت عامل اخترته اللي هو الموليكولار ويت، كل ما الموليكولار ويت زادت معدل الديفيوجن هيقل، انفيرسي بروبورشن تو موليكولار ويت. في رقم فيصل هنا يا اولاد، 5000، اي حاجه تحت 5000، ومعظم الحاجات في الدم تحت 5000 موليكولار ويت، اللي فوق 5000 هم البلازما بروتينز وبعض الدهون. خلاص؟ هتعدي بسهوله شديده. انما اي حاجه فوق 5000 هتعدي بصعوبه شديده. يبقى ده أول سؤال، لو جاني discuss the most important method of exchange across capillaries، ما قاليش هي إيه، أنا اختار الديفيوجن، وتكتب كام نقطة عشان تاخد فول مارك؟ 9، مقدمة من 3، إن دي الموست امبورتنت. وأوعى تنسى الديفيوجن هو النوع الوحيد اللي باسف مش عاوز طاقة، نو إي تي بي، وبيحدث فور سمول ميركلز، نودي أوكسجين ونيوترينز ونجيب كربون دايكسايد ويست برودكتس، وطبعا ما تنساش الايونز كامثله، يعني انت هتدي عدد من الامثله. يبقى دول 3 نقاط، موست امبورتنت باسيف فور سمول موليكولز. الريت اوف ديفيوجن ديبينز على ايه؟ العبد الله فكر بطريقه جميله، انا في سبستانس هتديفيوز اكروس كابيلاري، فقسمتهم الى مجموعتين، كابيلاري بيرميابيلتي، ودي موجوده في كل الكتب في الدنيا، دي مش تقسمت انا، وسبستانس فاكتورز نقيت منها 3 عشان الموضوع يمشي كله 3، لقيت التلاته الاهم طبعا، الباقيين اقل اهميه بكثير. كابيلر بريميابيلتي هاي ولو ومودريت، وفهمتك راجع الفيديو. السبستانس فاكتور اخترت الكونسنتريشن جريدينت والليبيد سوليبيلتي والموليكولار سايز. الموليكولار سايز هو الانفيرسلي بروبورشن ديفيوجن ريت، انفيرسلي بروبورشن تو ذا موليكولار ويت اوف ووتر سوليبل سبستانس. طيب يبقى ده اول نوع. انا هخلص من نوع سهل كده، يعني بتتسال في الشفوه بس، اللي هو الفيزيكولار ترانسبورت. ده اكتف طبعا، الفيزيكولار ترانسبورت ده مش باسف. يعني ايه فيزيكولار ترانسبورت؟ افهم ازاي الميونوجلوبولينز
اللي هي بتدافع عن الجسم واللي موجوده في البلاد بتخرج بره البلاد عشان تو ديفند التيشوز. طب ده دي حاجه كبيره اهي، ده بروتين ليبيد انسوليبل ولارج مولكيولار ويت. ذا اونلي واي ان الخليه تلتهمها بالاندوسيتوزيس وتحطها في فيسيكل ثم تتقيأها في التيشو فلويد بالاكزوسيتوزيس. يبقى الفيزيكولار ترانسبورت عباره عن اندوسيتوزيس ذن اكزوسيتوزيس. طب بتحدث لمين؟ انا اديت احسن مثال اللي هو مين يا اولاد؟ الاميونوجلوبولينز. الاميونوجلوبولينز ده لارج ليبيد انسوليبل مولكيولز، لارج ليبيد انسوليبل مولكيول. واحسن مثال اديته هنا الاميونوجلوبولينز، لكن في امثله تانية زي السيتوكينز اللي هي الانترلوكينز، لما نعرف اسمها وظيفتها نسميها انترلوكينز راجع البلد، او هرمون ماسك في بروتين، يعني عشان يطلع لازم يطلع البروتين، بروتين باوند هرمونز. ده الفيزيكولار ترانسبورت اللي هو النوع الثاني، ده بالكتير يتسال شافه او ام اس كيو، لان الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس بيحدثها عبر فيسيكل، في فيسيكل حويصلها اهي، فسموها فيزيكولار ترانسبورت. يبقى الفيزيكولار ترانسبورت اندوسيتوزيس بلس اكزوسيتوزيس بتحدث فور لارج ليبيد انسوليبل مولكيولز زي المثال الاميونوجلوبولينز. نيجي بقى الاهم موضوع، مش اهم حاجه، احنا قلنا اهم حاجه هي الديفيوجن، انما اهم موضوع اكلينيكي هو الفلتريشن. خلاص هناخدوا الفلتريشن. تعال الاول نبتدي هنا. ليه اكلينيكي؟ لان ده لما بيزيد الفلتريشن او بيسموه بالك فلو بيحصل مرض مشهور، واحنا اساسا بندرس طب عشان مش بنتسلى، احنا مش اكاديميين عشان نعرف الامراض. ففي مرض مهم لو خرج ميه كتير بره الكابيلري بيحصل إديمة اللي هو الورم المائي، فيبقى لازم نبقى فاهمين الفلتريشن او البالك فلو. يبقى الموست امبورتنت اكاديميا هو الديفيوجن، انما الموست امبورتنت اكلينيكيا ليك انت بقى مش في الامتحان، هيجي طبعا في الامتحان كتير جدا، ده اشهر سؤال، بس لو جالك موست امبورتنت ما تكتبش ده، تكتب الديفيوجن. هو ترانس كابيلري فلتريشن او بالك فلو، يبقى بيسموه ترانس كابيلري فلتريشن او بالك فلو. في اربع قوى بتتحكم في خروج الميه خارج الكابيلري او دخولها داخل الكابيلري، اللي درسهم الراجل ستارلينج. فاكر ستارلينج بتاع ستارلينج لو؟ يبقى ستارلينج فورسز أربعة. اتنين منهم هيدروستاتيك بريشر، واتنين أونكوتيك أو كولويدال أوزموتيك بريشر. فهو بيقول إنه بتعتمد على البالانس ما بين الاتنين، هيدروستاتيك بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر جريدينت، جريدينت يبقى ما بين اتنين، ما هو جريدينت ما بين هيدروستاتيك وهيدروستاتيك يبقى ادي اتنين، واتنين ما بين انكوتيك بريشر ادي اتنين. انا بقى عاوز اقولها لك لان الكلام ده هيتعاد كثيرا جدا يا اولاد. اربع قوى بتتحكم في خروج او دخول المايه من الكابيلرز، اتنين هيدروستاتيك واتنين انكوتيك او كولودال اوزموتيك بريشر، دي تقسيمه، اتنين فلترنج واتنين ريابزوربينج، تقسيمه تانية، اتنين جوه الكابيلرز واتنين بره الكابيلرز. فالعبد الله ستارلينج قالهم اربعه، انا بقى بقسمهم في ثنائيات. اول تقسيمه اتنين منهم هيدروستاتيك بريشر واتنين كولويدال او انكوتيك اوزموتيك بريشر، ممكن تقسيمه تانية، اتنين فلترنج يخرجوا واتنين ريابزوربينج يدخلوا، تقسيمه ثالثه واخيره، ثالثة أخيرة، اتنين جوه الكابيلرز دول الأهم ودول الأهم، واتنين بره الكابيلرز دول أقل أهمية. دي بقى التقسيمة خاصة بالعبد الله، ركز فيها، الاتنين اللي جوه الكابيلرز هما الأهم، الاتنين اللي بره الكابيلرز أقل أهمية. تعالى بقى نشوفها في صورة رسمة أحسن. الرسمة دي أنا طبعا كابيلري موجود في السكيليتال ماسل، يبقى الكابيلري ده خاص بالسكيتال ماسل اهو.
الناحيه دي هي عند الارتيريال اند، يبقى ده الكابيلاري ناحيه الارتيريال اند هيحصل ضغط عالي، بيبقى البريشر في الكابيلاري ناحيه الارتيريال اند بيبقى هو بي سي يعني بريشر ان كابيلاري 37. طبعا كنا خدناها في الاول 35 ده للتبسيط، انما احنا بنتكلم هنا سبيسيفيكالي في السكيتال ماسل فيها 37. وده الفينس اند اوف كابيلاري اهو، الكابيلاري باللون الازرق بحب الالوان قوي ناحيه الفين، هنا بيبقى الكابيلاري بريشر البي سي 17 قليل يا اولاد، تبقى عارف هذا الكلام. طيب تعالى بقى ناخد الاربع قوى وفكر معايا، احنا قلنا فيه اتنين فيلترنج واتنين اوبوزنج، مين اهم قوه بتخرج المايه بره الكابيلاري؟ احنا نبتدي اهو في البريشر في الكابيلاري، واحفظ معايا ده اهم رقم اللي هو بيبقى عالي ناحيه الارتي 37 ملم مركوري لكنه قليل ناحيه الفين بيبقى 17، حتى رقم لطيف 37 و17 يعني رقم 7 متكرر، 37 ناحيه الارتي و17 ناحيه الفين. مين فلترينج فورس تاني؟ لو في بروتينز خارج الكابيلاري يبقى هو انكوتيك اوزموتيك بريشر اوف انترستيشال اي، هنا اختصار الانترستيشال، كانت هتشد الماء على بره. بس نورمال يا اولاد، نورمال يا اولاد مفيش بروتينات بره في الانترستيشال فيود، فالقوه دي صفر. بس لازم نذكرها ليه؟ لان ممكن لو في التهابات وخرجت اميونوجلوبينز هيبقى فيه بروتينز بره، يبقى هتبقى قوة مؤثرة. هي دلوقتي مش مؤثرة في النورمة بس لازم نقولها، لان احنا بندرس بغرض ان احنا نبقى اطباء ندرس الامراض، في الامراض هتبقى القوة دي لها قيمة، دلوقتي ملهاش قيمة. يبقى تاني مين الفلترينج فورسز؟ خد بالك تملي الفلترينج فورسز واحدة منها هيدروستاتيك بريشر وواحدة كولويدال او انكوتيك اوزموتيك بريشر. فالفلترين فورس اللي هو البريشر في الكابيلاري 100% البريشر داخل الكابيلاري عايز يخرج المية، دي اهم قوة تحفظها، 37 ناحية الارتي عند الارتيريال اند اوف كابيلاري، والناحية التانية قلنا 17 هنجيلها بعد شوية. تاني قوة فلترينج اللي هو الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف انترستيشال فلويد، ونورمالي مفيش بروتينز برا فدي صفر. طب نيجي ناخد بقى الاوبوزنج فورس اللي عاوزين يسحبوا المايه جوه الكابيلاري، طبعا الكولويدال اوزموتيك بريشر خلاص اوف كابيلاري اللي هو البلازما بروتين اللي جوه الكابيلاري، حتى شوف انا رسمها رسمه لطيفه ازاي يا اولاد، هي جوه اساسا البلازما بروتينز جوه بس بتسحب المايه، هي باللون الازرق الاوبوزنج فورسز بالازرق اهو، يبقى البلازما بروتين اللي جوه بتسحب بقوه، خدناها القوه دي مع البلاد كانت 25 ملم مركوري سواء كانت ناحيه الارتيريال سايد الاحمر او الفينس سايد الازرق. طب وفي قوه تاني اللي هو البريشر حوالين الكابيلاري، البريشر في الانترستيشال فلويد 100% عاوزك يبقى عندك شويه خيال، لو في بريشر حوالين الكابيلاري اهو ده الكابيلاري وفي بريشر حواليه عاوز يدخل ميه، فده البريشر الهيدروستاتيك بريشر حوالين الكابيلاري عاوز يدخل ميه، ده بقوة مقدارها واحد بس، يبقى حقيقة الأمر القوة سهلة جدا. تعال نحفظها تاني، يبقى في اتنين فلترينج واتنين اوبوزنج، حلوة؟ تملي الاتنين الفلترينج فيها واحدة هيدروستاتيك بريشر وواحدة كولويدال اوزموتيك بريشر، لازم في الاتنين فلترينج واحدة تبقى هيدروستاتيك والتانية كولويدال اوزموتيك بريشر، وفي الاوبوزنج برضو واحده هيدروستاتيك والثانيه كولويدال اوزموتيك بريشر. حقيقه الثالثه والاهم ان تملي القوى الاهم هي اللي جوه الكابيلاري، فجوه الكابيلاري مين عاوز يخرج الميه؟ البريشر جوه الكابيلاري عاوز يخرج الميه، ده اهم فيلترنج فورس، البريشر في الكابيلاري ومقداره احفظ معايا 37 17 37 على الارتير ان 17 عند فينس ان 37 على الارتير ان 17 عند فينس ان. طيب تاني قوه بقى بتبقى فلترنج اللي هو بره، لو في بروتينز بره الكابيلاري هتشفط الميه اللي هو الانكوتيك اوزموتيك بريشر انت شايف ليه، ودي مفيش زيرو، يبقى دول الاثنين فلترنج. طب الاثنين اوبوزنج، تملي اللي جوه الكابيلاري هو الاهم، البلازما بروتين اللي جوه الكابيلاري عاوزه
تسحب الماء. كلويدال او انكوتيك بريشر في الكابيلري اللي هي بلازما بروتين اللي هي كام خدناه 25. لو حوالين الكابيلري في بريشر بتاع الانترستيشال فلويد عاوز يدخل ماء يبقى البريشر انترستيشال هيدروستاتيك بريشر انترستيشال وده مقداره واحد. يبقى تعالى بقى نبص عشان المره الثالثه نحفظها مع بعض. يبقى تاني يا اولاد قاعده الثنائيات اتنين فلترنج باللون الاحمر واتنين اوبوزنج باللون الازرق. لازم واحده فيهم بريشر والثانيه انكوتيك او كلود ازموتيك بريشر. وبعد كده استنتج انت مين اهم قوه. اهم قوه هتخرج الميه بره الكابيلري البريشر. البريشر في الكابيلري اللي هو الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلري وده تحفظه صم. كنا قلنا في زمان 35 و25 هنا لا احنا بنتكلم سبيسيفيك على سكيتر مصر 37 و17 الناحيه الثانيه لما نجيلها 37. طيب ولو في بروتينز بره في الانترستيشال فلويد كانت هتسحب بس ما فيش يبقى القوه دي صفر. طب التو اوبوزنج فورسز تملي اللي جوه الكابيلر هي الاهم. الكولويدال او الانكوتيك بريشر جوه الكابيلر اللي هي بتاعه بلازما بروتين اللي عارفينها 25 على الناحيتين هنا. ولو في شويه بريشر هيدروستاتيك بريشر حوالين الكابيلر انت شايف يقول عنده شويه بريشر بيزق الميه جوه الكابيلر دي مقدارها واحد. تعال نحسب بقى مع بعض. يلا احفظ معايا اللي عندهم مقدره على حفظ الارقام. يبقى عند الارتيريال اند الفيلتنج فورسز 37 و0 يبقى 37. طب والاوبوزنج فورسز 25 و1 يبقى 26. يبقى الفرق ما بينهم 37 وهنا 26 يبقى النت فورس المحصله عند الارتيريال اند خروج بقوه مقدارها 11 مليمتر مركوري. طب تعالى بقى عند الفينس اند. عند الفينس اند بنخرج بقوه 17 بريشر بتاع الكابيلري قليل 17 وصفر يبقى 17 لان قلنا مفيش بروتينز بره تشد الميه لكن بنقولها يبقى 17 وصفر 17 والدخول بقوه مقدارها 25 و1. هنا هي الاوبوزنج فورس الثابته في الحالتين هنا 26 وهنا 26 يبقى 26 وخروج 17 يبقى النتيجه ندخل بقوه 9 مليمتر مركوري. يبقى تاني يا اولاد نقولها مره اخرى عشان ده مهم جدا جدا في النظري لان ده الموضوع اللي له تطبيق كلينيكي مش المهم اكاديميا المهم اكلينيكيا. يبقى ناحيه الارتيريال اند بتخرج بقوه كام؟ اوعى تنسى رقم 7. 37 ده الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلري ولو في بس ما فيش بره بروتين كان سحب ففي قوه صفر يبقى الخروج 37. الاوبوزنج فورس ثابته في الحالتين البلازما بروتين جوه ب 25 وفي شويه بريشر حوالين الكابيلري هيدروستاتيك بريشر انترستيشال فلويد 1 26 يبقى خروج 37 ودخول 26 خروج 37 ودخول 26 يبقى النت فورس خروج بقوه 11 باللون الاحمر. ناحيه الفينس اند ايه المتغير الوحيد اللي عنده ذكاء ان هو البريشر ناحيه الفينز ضعيف مش 37 17 بعد كده كل حاجه زي ما هي يبقى الخروج 17 وصفر يبقى 17 والاوبوزنج فورس زي ما هي 25 1 اهي 25 1 26 يبقى النت فورس دخول بقوه 9. الفورس عند الارتيريال اند دي كافيه ان احنا نخرج قد ايه في اليوم من مجمل الكابيلاريز 24 لتر بير دي وده يعادل 3.1% من الكاردياك اوتبوت. لما تحسب الكاردياك اوتبوت في اليوم الكاردياك اوتبوت في الدقيقه 5 لتر لو قعدت تضربه في 60 في 24 يطلع القيمه دي 3.1% من الكاردياك اوتبوت بيحصل لهم اكتشينج. لطالب ذكي قال لي ممكن اسال سؤال؟ قلت له اه. قال لي النت فلترنج فورس 11 بينما النت ري ابزوربنج فورس 9. قلت له يعني ايه؟ قال لي يبقى 100% مش كل الكميه اللي هتخرج عند الارتيريال اند هيتم استعادتها عند الفينس اند لان
القوى اللي بتخرج 11 اقوى من القوى اللي بتدخل 9. قلت له صحيح، عشان كده 85% بس من 24 لتر بيرجعوا عند الفينس اند. طب سؤال مهم جدا مش شايفه، طب ال 15% من ال 24 لتر اللي ما رجعوش عند الفينس اند لان الفينس فورس اقل، هيرجعوا عن طريق مين؟ هيرجعوا عن طريق الليمف. طيب تعالى بقى عشان تاخد الفول مارك، الفورسز دي يا اولاد اللي اتكلمنا عليها قلنا دي في السكيليتال ماسل كابيلاري اهي، لكن في الكيدني throughout the whole length of capillary، في الكيدني كيدني وظيفتها ايه؟ فلتريشن. فالكابيلاري عند both ends بالميه بتخرج بتفلتر لان الكيدني وظيفتها فلتريشن، بينما في الانتستين، الانتستين وظيفتها تمتص الاكل، تمتص الاكل. فالكابيلاري بتاع الانتستين على طوله على مسار طوله كله بتعمل ري ابزوربشن او ابزوربشن، يبقى الكابيلاري بيعمل ري ابزوربشن، وكذا اللنج، اللنج بتاكل اكسجين. يبقى ان يبقى التيبيكال هو السكيليتال ماسل اللي هي تمثل معظم الكابيلاري في الجسم، خروج عند الارتيريال اند ودخول عند الفينس اند. لكن مثلا في الكيدني اساسا الكابيلاري بيعمل فلتريشن، فالميه بتخرج عند بوث اندز، يبقى all along the length of capillaries. عند الانتستين واللنجز بالعكس، الاكل الغذاء وفي اللنج الهواء بيدخلوا، يبقى in throughout the whole length. طب تعالى بقى نشوف الستارلينج فورس. يبقى الستارلينج عمل معادلة بتاعته، قال النت فورس proportional to ايه؟ للنت النت فورس للمحصلة بتاعت الاربعة، الاثنين فيلترينج اللي هو ال هيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري زائد الكولويدال اوزموتيك بريشر انت شايف ليه اللي هي صفر، ناقص الاوبوزنج فورس اللي هي ثابته قلنا اللي هي الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين في الكابيلاري اللي هي 25، والبريشر حوالين الكابيلاري اللي خدناه كان بقى واحد. يبقى النت فورس بروبورشنال لفرق الفلترنج عن الاوبوزنج. طب لو حبيت احط يساوي يبقى في كونستنت اللي هو بيسموه الكوفيشنت of filtration. يعتمد على ايه بقى لطالب ذكي؟ ايه الحاجة اللي ثابتة في الكابيلاري ثابتة مش متغيرة؟ فالزورة ايه وما هياش فورس من الاربعة فورسز ومية المية تؤثر في الفلتريشن؟ الاريا والبيرميابيليتي. يبقى الكونستنت of filtration اللي هو coefficient of capillary، ويكتبوا ليه كي مع انه كونستنت مفروض بحرف السي، لان ستارلينج قلت لكم الماني يا اولاد، الماني الماني بيكتبوا كونستنت بالكي، فكي هنا هي كونستنت بتاع المعادله، تعتمد على الاريا وال بيرميابيلتي. لا اكل لاهميه هذا الموضوع، فبستسمحكم في عجاله في دقائق اعيده تاني، ان فاضل لي لوحه واحده هتاخد دقيقتين ثلاثه ونقفل بكده يا اولاد. واحد من اهم الموضوعات في الطب اللي هو الفلتريشن او البالك فلو، خلاص الفلتريشن او البالك فلو في الكابيلاري. قلنا ستارلينج قال في كم قوه، فاكرين ستارلينج قال فيها فور فورسز، والعبد الله قسمها الى ثنائيات. في تو فلترينج فورسز باللون الاحمر عند الارتيريال اند ومثلهم عند الفيس اند، وتو اوبوزنج فورس، يعني لازم اتنين فلترينج واتنين اوبوزنج، لازم واحده فيهم تبقى هيدروستاتيك بريشر والثانيه كولويدال او اوزموتيك اوزموتيك بريشر. قاعده يعني في التو فلترينج واحده هيدروستاتيك بريشر والثانيه كولويدال اوزموتيك بريشر، في التو اوبوزنج برضو واحده هيدروستاتيك بريشر والثانيه كولويدال اوزموتيك بريشر. طب السؤال المهم بقى، مين الفورسز الاهم اللي هي جوه جوه الكابيلاري ولا بره الكابيلاري؟ هفصلها لاجيال، اللي جوه الكابيلاري، اللي جوه الكابيلاري. فاهم فلترنج فورس، يلا نعيدهم تاني في عجاله، هو الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري، وقلنا الرقمين تبقى حافظهم سام سبعة الرقم اللي كرمه خالد 37 بيبقى الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري على الارتيريال اند، و17 عند الفينس اند، يبقى هنا 37 وهنا 17. طيب يبقى هيدروستاتيك
طب تاني فورس فلترنج قلنا ادام دي هيدروستاتيك يبقى تاني فورس لازم تبقى كولويدال اوزموتيك بريشر، بس هنا اوف انترستيشال فلويد. لو في بروتينز بره في الانترستيشال فلويد اهو، اه يعني انترستيشال فلويد كانت هتشد، بس مفيش بروتين بره نورمال، فالقوه دي صفر. بس نقول طب الاوبوزنج فورسز حتى قلنا ثابته ناحيه الارتيريال زي الفينس، قوه جوه الكابيلري وقوه بره الكابيلري. اللي جوه الكابيلري هو الاهم، البلازما بروتين الكولويدال اونكوتيك اوزموتيك بريشر اوف كابيلري اللي هي بتاع البلازما بروتين اللي مقدارها 25، وبعدين البريشر حوالين الكابيلر الهيدروستاتيك بريشر اوف انترستيشال فلويد حوالين الكابيلر عاوز يدخل بقوه واحد، يبقى عليه الاوبوزنج فورس 26 هنا و26 هنا. طب ناحيه الارتيريال 37 زائد 0 يبقى الخروج 37 والدخول 26 25 1 يبقى النت فورس فلتريشن بقوه مقدار 11 ملم مرك. نفس الكلام عند الفينس اند الاوبوزنج 26 بس الخروج بقى الكابيلا بريشر مش 37 17 وصفر يبقى 17 وبندخل ب 26 يبقى الدخول بقوه مقدارها 9 ملم مركوري. ده يكفي ان قد ايه يخرج من السكيليتال كابيلر اللي هي الموست تيبيكال 24 اراط، حتى المثل يقول لك 24 اراط 24 لتر بير داي اللي هي 3.10% كاردياك اوتبوت للاوائل. هتضيف لي النقطتين دول تقول اه الكلام ده في السكيتال ماسل، انه اللي بيخرج القوه اللي بتخرج 11 اللي بتدخل 9، وعليه مش كل الميه اللي خرجت على الارتيريال اند ال 24 لتر هترجع عند الفينس اند، لان القوه عند الفينس اند اللي بتدخل 9 مش 11، هتدخل 85% بس من ال 24 لتر عند الفينس اند. طب وال 15 يرجع عن طريق الليمف. ادي اول نوت. تاني نوت تقولها ان الكلام ده على السكيتال ماسل، انما في حاله الرينال الكابيلري على طوله بيطلع اوت، انما في الانتستين بتاعت الغذاء واللنج بتاعت الهواء الكابيلري في الانتاير لينث في مجمل طوله بيدخل ان. وبعدين تشرح الستارلينج لا القانون بتاعه بيقول ان النت فورس هي عباره عن التو فلترنج باللون الاحمر ناقص التو اوبوز بروبورشن معاه. طب لو عاوز احط ايكوالز يبقى في كونستنت، ايه حاجه ما هياش فورس وثابته في الكابيلري لكنها 100% تؤثر في الفلتريشن، مسطع الكابيلري والبرميابيلتي اوف كابيلري. طيب نيجي للوحه الاخيره عشان نبقى خلصنا الكابيلري بقى مش عاوزين نسيب له بواقي. موضوع الإديمة يا أولاد، الإديمة اللي هي الورم المائي اللي هي عبارة عن abnormal large interstitial fluid. ايه يبقى إديمة by definition معناها excessive filtration، filtration زيادة فعمل ورم مائي في الأنسجة، او التعبير الاصدق والاصح هو abnormal large interstitial fluid. ليه؟ لان ممكن يحصل فلتريشن كتير وري ابزوربشن كتير فما يحصلش اديمه، فالتعبير الاصح من excessive filtration للاوائل ان يقول abnormal large interstitial fluid بسبب الجرافيتي. يا اولاد الناس اللي عندها ورم مائي فالجرافيتي بتشد الميه اللي خرجت بره الكابيلري للموست ديبندنت بارت لاوطى حته في جسمك، فلو حضرتك عندك إديمة وانت واقف يبقى الميه دي هتتجمع اكثر ما يمكن في لور ليمبس، لكن لو المريض عنده إديمة لكن نايم في السرير معظم الوقت فالميه دي هتتجمع في الباك لو كان في ريكامبان بوزيشن. طيب نيجي اسباب الإديمة، وده واحد من اهم الاسئله في الدنيا وهو سؤال كلينيكي مهم جدا حفظته لأجيال هتاخدوه تاني في الباثولوجي وأمراض باطنة وجراحة وأطفال 5 مرات. إيه أسباب الإديمة؟ مين أهم فلترين فورس؟ قلنا اللي إحنا قلنا أهم فورس هي اللي في الكابيلري، فأول سبب للإديمة هو زيادة الكابيلري هيدروستاتيك بريشر، دي أهم قوة بتخرج اللي كانت 37 على الأرتيريال إند و17 على الفينس إند في حالة السكيليتال ماسل
المثال على السكيتال ماسل. الارقام دي لا تطبق على كل الكابيلاريز في الجسم. لازم تقول الارقام دي بتاعه السكيتال ماسلز. لما تراجع جانون هتلاقي كاتب كده اونلي ان سكيتال ماسل، هي دي الارقام ودي اللي بنشر عليها، لان ال 40% من جسمك 40% من جسمك سكيتال ماسل. دي سواي اخترنا السكيتال ماسل كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. طب ايه اللي يزود الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ويخرج ميه؟ تعال نفكر. الكابيلاري ده محصور ما بين ارتريول وفين، فعشان البريشر يزيد لطالب ذكي يا يحصل ارتريولر دايليتيشن فالميه تتدفق اكثر، يا اما نمنع خروج الميه يبقى في فينس اوبستراكشن. يبقى الطالب ذكي، احنا ما بنحفظش مع بعض بنفكر. اهم سبب للإديمة زيادة الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. طب وده يحدث ازاي؟ الكابيلاري محصور ما بين الارتريول والفين، يبقى يا نفتح الارتريول يا نقفل الفين. نقفل الفين دي الاهم. في ثلاث انواع من الإديمة متعلقة، ثلاث امثلة مهمة جدا. العانين اللي عندهم رايت سايدد هارت فيلير، احنا قلنا كل الفينز السوبيرو فينا كافا والانفيرو فينا كافا بيصبوا في الرايت اتريوم، فلو في فيلير في الرايت سايد، الرايت سايد مش قادر يستقبل الدم من الفينز، يبقى الدم هيستنى في كل الاورده وعليه هيستنى ورا الاورده في الكابيلاريز، فالكابيلاري بريشر هيزيد. وفي هذه الحاله لما يزيد البريشر هنا اهي، تعال نحطها كده، يبقى الميه هتخرج يحصل اديما، سموها كاردياك إديما. ده اول نوع مشهور جدا في رايت سايد. خد بالك الرايت سايد ده بيلم الدم من كل الفينز وعليه من كل الكابيلاريز، فالإديما هتبقى جنرالايزد. تاني نوع واحده ست حامل بريجننت، فالجرافيد يوترس الرحم الحامل ضاغط على، تخيل الاورده بتاعت اللوبس، يعني الست الحامل الرحم ضاغط هنا على الوردين اللي جايين من اللور ليمز، وعليه البريشر هيزيد في الاورده بتاعه اللور ليمز وعليه في الكابيلاريز بتاعه اللور ليمز، يبقى هيحصل رجليها لا تورم، يبقى اديما اوف لور ليمز. ودي عارفينها كلنا، ستات الحمام بيبقى رجليها وارمه، ديك فهمت ليه؟ لو واحد حصل له جلطه في الساق مثلا بنعرف ليها ديب فينوس ثرومبوزس دي في تي. تبص لاقي من ضمن اعراضها ايه غير انك لما تمسك عضله السمانه تدوس عليها يحس ببين رهيب. عضله السمانه دي مهمه جدا في الديب فينا ثرومبوز، ان رجليه وربه، لان لما اتقفل الفين الدم جمع في الكابيلاري البريشر زاد خرج الميه، دي لوكال اديما. يبقى اهم سبب من الاسباب الخمسه الاديما هو زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. حب النظام قوي تكتبها، ذلك بسبب ارتريولار فازلتيشن او حاجه بتعوق الفلو في الفينز. ودينا بقى الفلو في الفين ده الاهم ثلاث امثله: رايت سايدد هارت فيلر اللي هو الكارديك اديما، بريجننسي، لوكال اديما زي الدي في تي. طيب ثاني سبب زياده الكابيلاري بيرميابيلتي. يبقى اول سببين يا اولاد فيهم كلمه كابيلاري، هفصلها لاجيال: زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر وزياده الكابيلاري بيرميابيلتي. زي ايه الحاجات اللي بتزود تخلي الكابيلاري دايليت وبالتالي البرميابيلتي تزيد وما تخرج اكتر؟ سابستنس بي بتاعت البين والهستامين في الالرجي. في الالرجي راح بيلاقي دي ورجليه ورمت، ده عباره عن اديما بسبب زياده الكابيلاري برميابيلتي بسبب الهستامين او الكاينينز. زي في حالات ايه؟ اديت امثله في الالرجي، في الحساسيه الواحد ايديه ورجليه وتورم، في الانفكشن او اسيد انفلاميشن، احسن من كلمه انفكشن، انا كنت اقصد احسن نخليها انفلاميشن. يبقى في الانفلاميشن لما بيبقى عندك اي منطقه ملتهبه في جسمك بيحصل ايه؟ بتلاقيها ورمه. هذا الورم في المنطقه الملتهبه ده عباره عن ورم مائي، يبقى الرجي او انفلاميشن او البير. سبب التالت بقى، يبقى خدنا سببين فيهم كلمه كابيلاري. سبب التالت، مين اهم اوبوزينج فورس؟ اما اقول لك اهم فلترينج فورس فكر في الكابيلاري، كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. اهم اوبوزينج فورس فكر في الكابيلاري، كابيلاري كولويدال اوزموتيك بريشر، لان انا قلت اهم فورسز في التقسيمه بتاعتي في الكابيلاريز. فاهم قوه بتسحب الميه جوه الكابيلاري اللي هو كولويدال اوزموتيك بريشر او بلازما بروتينز.
يبقى تالت سبب نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر او بلازما بروتينز. وده هديك تلات امثله جمال قوي. نيوتريشنال إديما، الناس اللي عايشه في مجاعات ولا يوجد مجاعات في العالم النهارده غير في اوسط افريقيا بسبب الهندسه الوراثيه مع فقر المعلومات العامه وتحسن انتاجيه الفدان بسبب الهندسه الوراثيه. المجاعات اللي كانت بتحصد ملايين زمان في الصين حصدت بره 30 مليون، ما فيش دلوقتي مجاعات في اوسط افريقيا. المهم الناس اللي مش لاقيه تاكل بروتين، يبقى هتعمل ازاي بلازما بروتينز وهي ما عندهاش بروتينز؟ فيجي لهم نوع من الإديمة اسمه نيوتريشنال إديمة، هو ما بياكلش بروتينز. اللي هو بتلاقي العيال بتوع وسط افريقيا، تلاقي العيال ممصوص كده وبطنه مليانه ميه اللي هو الاستسقاء اسايتس، ما بياكلش بروتين، ما فيش بروتينز تسحب الميه من انتشار فيود وترجعها تاني للكابيلري، ما فيش بروتينز جوه الكابيلريز تشد الميه تاني، فالميه بتقعد بره. نيوتريشنال إديمة. طيب هيباتيك إديمة، احنا قلنا البلازما بروتين بتتكون فين؟ في الليفر. العيانين عندنا اللي عندهم الكبد بتاعهم بايظ ما بيكونش بلازما بروتين، فالبلازما بروتين في الدم قليل، ما فيش قوه بتسحب الميه تاني للكابيلاري، فتلاقي عندهم ميه بيبقى برضو صوره استسقاء اسايتس. او لينا الإديمة اللي عنده الكليه بايظه بتفقد البلازما بروتينز في البول، يبقى هنا سواء نيوتريشنال او هيباتيك في نقص في الفورميشن، ديكريس في الفورميشن. انما الكيدني الرينال إديمة انكريس في اللوس اوف بلازما بروتينز. السبب الرابع، احنا قلنا 15% من الميه اللي خرجت عند الارتيريال اند ما بترجعش عند الفينس اند. ليه؟ لان قلنا القوه عند الارتيريال اند بتبقى الفلترينج فورس 11، انما الاوبوزنج فورس بتبقى 9 عند الفينس اند، فبترجع 85%، في 15% رجعوا عن طريق الليمفاتيك. فالليمفاتيك اوبستراكشن لو حصل الليمف فيسل اتقفل اهو، يبقى 15% قعدوا بره ما رجعوش في الانترستيشن فلويد، يبقى إديمة، لان الإديمة عباره عن ابنورمال لارج انترستيشن فلويد. زي في كانسر إديمة، انت عارف الخلايا السرطانيه بتنتشر في الجسم، تنتشر في الجسم عن طريق الاوعيه الليمفاويه، فبتسدها، فلما تسدها يبقى الليمف مش هيرجع، يبقى في 15% مش هيرجعوا قعدوا في الانترستيشن فلويد تدي إديمة. او فيلاريزيس اللي هو مرض الفيلاريزيس اللي هو داء الفيل، عارف لما تلاقي راجل عنده رجل تخينه قوي وقربه جدا الرجل عاديه خالص، ديدان بينقلها البعوض تقفل ال ليمفاتيك فيسل وتعمل واحد من أسوأ انواع الإديمة، الفيلاريزيس داء الفيل. بس عشان ما حدش يخاف، مش كل واحد تقرصه بعوض ممكن يجيله فيلاريزيس، لازم عندك استعداد شخصي، استعداد شخصي لإصابة بمرض. اخر سبب الإديمة يا اولاد سولت اند ووتر ريتينشن، اي مرض بيؤدي الى سولت اند ووتر ريتينشن، احتجاز للماء والملح، يبقى البلاط حجمه هيزيد والانترستيشال فلويد كمان هيزيد، كل المايه هتزيد في الجسم، في احتجاز للماء والملح. وده احد اسباب الرينال إديمة والهيباتيك إديمة، ان الكبد مفروض بيعمل ايه؟ الكبد بيكسر الهرمون اللي بيحتفظ بالماء والملح وهو الالدوستيرون، فلما الكبد يبوظ، الالدوستيرون ما بيتكسرش، الكبد بيتكسر معظم الهرمونات، يبقى نسبة الالدوستيرون في الدم هتزيد فيحتاجز مية وملح كتير قوي فيحصل إديمة. طب لما الكلية تبوظ مفيش اكسكريشن للووتر والسولتس فيحصل إديمة. يعني خد بالك الهيباتيك إديمة مش بس سببها، يعني لو عاوز تقولي مثلا طب ايه الحاجات دي، تجميع لطيفة كده لينا احنا بقى للزملاء الصغارين، يعني ليه الواحد الكبد بتاعه بايظ بيحصل له إديمة؟ اكشوال تلات اسباب، بيزيد عنده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر في البورتال سيركوليشن، عشان كده الإديمة بتبقى معظمها في البطن استسقاء، ما بيعملش بلازما بروتين يبقى ناقص الكولويدال اوزموتيك بريشر، دي تاني سبب، وبعدين بيبقى في عنده الدوسترون كتير ما تكسرش سولت اند ووتر ريتينشن. يعني حقيقه ان الهيباتيك إديمة السبب فيها 3 من الخمسة. طب ورينا الإديمة، نفس الفكرة، اللي الكلية بتاعته بايظة بيبقى عنده رينين كتير فده بيزود الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ادي سبب.
وبعدين نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر وبلازما بروتين، ده السبب الثاني. وبعدين برضه مش عارف يعمل اكسكريشن للسولت اند ووتر. يعني الهيباتيك اورينا ايديما السبب الاول والثالث والخامس. في الاخير يا اولاد، ما هي اسباب الايديما؟ اسباب الايديما كالاتي، نحفظها مع بعض خمس: زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر وزياده الكابيلاري بريميابيلتي، باتنين فيهم كابيلاري، كابيلاري هيدروستاتيك بريشر وكابيلاري بريميابيلتي. وبعدين نمره ثلاثه نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر وبلازما بروتين، لان احنا قلنا مين اهم فلترين فورس؟ كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. مين اهم اوبوزنج فورس؟ كولويدال اوزموتيك بريشر وبلازما بروتين. فدول من اهم الاسباب القديمه، ان تزود الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر اللي هي الفلترين فورس، وتنقص الكولويدال اوزموتيك بريشر اللي هي ري ابزوربنج فورس، زائد زياده كابيلاري بريميابيلتي. يبقى دي عملها ثلاثه. ثاني هحفظها بطريقه حلوه، يبقى الاثنين اللي فيهم كلمه كابيلاري بزياده نقولهم مع بعض: زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، زياده الكابيلاري بريميابيلتي، زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، زياده الكابيلاري بريميابيلتي. وبعدين نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين، دي نمره ثلاثة. وبعدين لمفاتيك اوبستراكشن اللي كانت بتجمع 15%، وبعدين سولت اند ووتر ريتينشن. ادي الاسباب الخمسه للاديما يا اولاد. يبقى زياده الكابيلاري بريشر وزياده الكابيلاري بريميابيلتي ونقص كولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتينز. يعني بتفكر الفلترنج فورس وري ابزوربنج فورس، ودول بيعملها عبر الكابيلاري. فزياده الفلترنج فورس اللي هو الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، او نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر بلازما بروتين، وما بينهم الكابيلاري بريميابيلتي. حتى طالب مره ذكي قال لي: هو ليه لما الكابيلاري بريميابيلتي تزيد الميه تخرج اكتر ما تدخل؟ ما احنا قلنا ان الفلترنج فورس اقوى من الري ابزوربنج فورس، فلو البريميابيلتي زادت يخرج اكتر من اللي بيدخل، لان الفلترنج فورس 11 الاوبوزنج فورس 9. لمفاتيك اوبستراكشن سولت اند ووتر ريتينشن. للمره الاخيره واحد من اهم الموضوع: اديما للاوائل ابنورمال لارج انترستيشال فلويد، بيتجمع الفلويد ده في الموست ديبندنت، لو انت واقف في رجليك، لو انت نايم بيبقى في ظهرك. والاسباب خمسه: زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، زياده الكابيلاري بيرميابيلتي، وبعدين نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتينز، والليمفاتيك اوبستراكشن اللي بتلم 15%، وسولت اند ووتر ريتينشن. ولا تنسى ان اسباب الرينال هيباتيك اديما للاوائل والزملاء الاصغر سنا هو في المجموعه اللي قلتها: السبب الاول والثالث والخامس زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر وبلازما بروتين اللي هو اهم فلترنج واهم اوبوزنج، ولا تنسى السولت اند ووتر ريتينشن. وفي النهايه اشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، وكده خلصنا الكابيلاري سيركوليشن. ولا تنسى يا اولاد، بدل ما تقول لي اي لايك المحاضره واستفدت منها، جاست اعمل مكالمه لمسانده الاطفال اللي هم مسانده الاطفال المصابين بالسرطان، ولمسانده مستشفى 57357. اشكركم لمساندتكم لهؤلاء الاطفال، ونلتقي باذن الله في وقت لاحق. فاضل لنا حوالي 4 محاضرات في الكارديوفاسكولار سيستم، وننهي الكورس الخاص بكم. اشكركم وسعدت بلقائكم. شكرا.